غير يبيض يسود. أملهم في العلاج أحيانا بيخليهم يروحوا ورا الوهم. كتير من الناس ما بيعرفش مين الصح ومين الغلط، ما بيعرفش مين الجاني ومين البريء، فين الوهم وفين اليقين. ده دورنا دلوقتي، نشوف ونفكر ونحكم. ده واجبنا مع الناس الحلوة. عندما تكون الأنبوبة 1 مقفولة، 2 مشلولة، 3 مرتشحة، لا يحدث حمل. ست دلوقتي بتتفرج علينا هتقول لك ايه؟ ايوه انا عندي الدورة منتظمة، انا بيبقي مجرد وصلة عشان البويضة تتحرك فيها. الحل المجهري قد يكون علاج لحالات الإجهاض المتكرر. لو كان سبب الإجهاض هو خلل في المادة الرئيسية للجنين. الورم الليفي يا يتشال يا يتساب. الأستاذ الدكتور هشام الشاعر، أستاذ أمراض النساء والتوليد والحقن المجهري والعقم بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة، استشاري جراحات المناظير وأطفال الأنابيب والحقن المجهري، عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقم، رئيس مجلس إدارة مركز الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية. أهلا بكم. أنا دايما أفكر إلى متى تظل بعض الأفكار مغروسة، وكلمة دي دقيقة جدا في عقول الكثير جدا من العائلات المصرية والعربية. وخلينا نكون صريح بقى، ست لو عندها تأخر إنجاب ما خلفتش. تعال شوف كده إيه اللي بيحصل حواليها في مجتمعها الصغير. ست بقى يعني مثقفة حاصلة على الدكتوراه، ست بسيطة وقت تعليم أساسي أو تعليم متوسط، ست وسط، تلاقي إيه؟ تصرفات العيلة وعيلة الزوج للست تصرفات مزعجة جدا. إما اهتمام فيك مصحوب بنوع من الشفقة وده بيضايق جدا، أو مصحوب بنوع من اللوم في بعض الثقافات وده بقى جهل ما بعده جهل، لوم على ايه؟ او مصحوب بتدخل مبالغ فيه في حالة حساسية، لان الست برضو ما هو برضو الثقافة الغلط عند الطرفين، عند اهل الزوج واهل الزوجة وعند الزوج والزوجة. ليه؟ لان في الناحية التانية الشط التاني هتلاقي الزوج حاسس بالإحساس الضيق والشيم والخجل شوية وقلقان ومش عايز يفتح الموضوع ده مع حد ومش عايز يتكلم، ده حقه في خصوصياته، بس ليه؟ دي حالة مرضية. يعني ايه واحد يحس بالخجل عشان عنده حالة مرضية؟ انا ما شفتش ده في العالم، ومش المفروض يكون ده موجود في عقول الناس. الناحية التانية بقى الزوجة، يا لو حد سألها كلمة حساسية جدا، وسألوني ليه وقالوا لي ليه، واختك بتواسيني ليه، وامتك اتصلت بيا النهارده قعدت تلمح وتلف في الكلام ما كانت تدخل على طول في الحوار. الست بنعذرها لكن برضو بنلومها بصراحه. واهل الزوج والزوجه لازم نشوف حل للثقافه، لازم كله يقعد يسمع العلم بتاع الحقن المجهري. الحقن المجهري في حلقه قلنا جمله مهمه جدا مش فهلوه، الحقن المجهري ده علم طويل ومهم ولازم الكل يفهمه، ولازم يفهم ليه بنلجأ له، ولازم يفهم انه نوع من العلم ربنا سبحانه وتعالى اعطاه للناس عشان محدش يطلع لنا في 2017 ولا في اي سنه من السن. يا سيدي احنا بنزيع 1970، مفيش كانش طلع حقن مجهري، 1995 و98 في اي وقت في التاريخ. مش المنطق ان احنا نقول على اي حاجه علميه احنا بنخالف بيها اراده ربنا. ازاي؟ العلم كله اراده ربنا،
يعني ازاي واحد يطلع في دماغه يقول لك لا لو ما كانش يجي بالشكل الطبيعي يبقى بقى ان شاء الله عنه ما جه. يا اخي يا رب تفهم ان شاء الله ان شاء الله تفهم. المواضيع النهارده ساخنه جدا، وزي ما انا قلت لكم الحقل المجهري مش فهلوه. ضيف العزيز القمه العلميه الكبيره والشارح المتميز وطبعا صاحب التواجد الرائع ورفيق الكفاح، ويعني زي ما بنقول دائما واحد من الذين بنوا الاعلام الطبي في عالم النساء والتوليد عبر السنوات الماضيه، الاستاذ الدكتور هشام الشاعر. اهلا بك. اهلا بك دكتور ايمن. انا قلت كلام جميل. الكلام ده جميل جدا وبيصيب الهدف وواقع بنلمسه وبنشوفه في اسر كتير في مصر والوطن العربي، ونماذج فعلا حيه بنشوفها لازواج عندهم مشكله تاخر الحمل وبيحصل فيها كل العلاقات الاجتماعيه بالمساوئ اللي حضرتك قلت عليها. واقع مهم جدا جدا، وعرجت منه بقى على موضوع الحقن المجهري وقد ايه برضه اصبت كلمه الحقيقه زي ما بيقولوا في نقطه مهمه جدا، او في نقط مجموعه نقط مهمه جدا هنتكلم عليها ان شاء الله في حلقه النهارده. الابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ الحقن المجهري تمام هو الوسيله الاكثر نجاحا من وسائل الاخصاب المساعد. ابيض تمام. اسود ولا رمادي؟ تمام. اكيد الناس اللي متابعانا عارفه ان الكلام ده اكيد ابيض. الحقن المجهري من كوسيله من وسائل الاخصاب المساعد هو احسنهم على الاطلاق واكثرهم نجاحا. بص دكتور ايمن، نحن لسنا دعاة حقن مجهري. نحن لسنا دعاة حقن مجهري، يعني مش الحد اللي هيجي عندنا هنقول له انتوا محتاجين حقن مجهري. زيد عبيد سين صاد عين كل الحروف دخل عندنا انتوا محتاجين حقن مجهري، لا مش كده. نحن لسنا دعاة حقن مجهري، لكن في مواقف بتستدعي ان احنا نعمل فيها ما يسمى بوسائل الاخصاب المساعد. لما نيجي نختار ما بين وسائل الاخصاب المساعد نحن نختار الافضل، والافضل هو الحقن المجهري. بس يعني وسائل اخصاب مساعد؟ يعني وسائل بتساعد على الاخصاب ان هو يحصل. يعني ايه اخصاب؟ يعني البويضه والحيوان المنوي يلتقوا مع بعض. ما هو احنا هنلجا ليهم لما امتى؟ لما البويضه والحيوان المنوي مش عارفين يلتقوا مع بعض جوه الجسم. العريس مش عارف يتجوز العروس، هنجوزه حيوان منوي والبويضه مش عارفين يتجوزوا جوه، احنا هنجوزهم بره. مش عارفين يلتقوا مع بعض جوه، احنا هنخليهم يلتقوا مع بعض بره عن طريق ما يسمى به الحقن المجهري. بره جسم الانسان يعني؟ بره جسم الانسان او مش بره البيت يعني. مش حد جاي ومعدي كده يسمعنا يقول اللي هيتجوزوا بره دول. موقف راجل عنده العدد حيوانات منويه قليل قوي، او حيوانات منويه عدد زي الفل، عدد في الليمون زي ما بيقولوا، بس الحيوانات المنويه في مكانها، بتتحرك في مكانها، ما بتجريش لقدام، ما بتقدرش توصل للبويضه، او حتى اللي بيوصل للبويضه شكله غير طبيعي، شكله غير مشوه، مش عارف يحقن، مش عارف يخش، شكله مشوه غير طبيعي، مش عارف يوصل للبويضه، مش عارف يخصبها. ده دورنا احنا ان احنا ننتقي الحيوان المنوي اللي بيتحرك مش مهم في مكانه ولا قدام، مش مهم، المهم بيتحرك وخلاص. اللي راسه سليمه، مش مهم رقبته او ديله مشوهين، المهم تكون راسه سليمه، لان هي دي النقطه المهمه او الجزء المهم، وهو ده اللي احنا هندخله جوه البويضه. وقدامنا فيديو للتقنيه العظيمه، للفكره الرائعه، فكره الحقن المجهري، اللي احنا ادي البويضه على شمال الصوره عن طريق ابره معينه دخلنا فيها الحيوان المنوي. تخيل في الحيوان المنوي دلوقتي عدى قدامنا دخل جوه البويضه واحنا ما لمحناهوش. هنشوف البويضه دي حجمها كبير قوي دكتور ايمن مقارنه بالابره اللي دخلت جواها. فين الحيوان المنوي دكتور ايمن؟ نوقف الصوره كده، ايوه في نقطه كده بتتحرك جوه الابره، مش عارف ترى خدنا بالها منها ولا لا. لا باينه. نقطه صغيره جدا 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 دخلناها خلاص النقطه دي جوه البويضه، وحقنا البويضه بالحيوان المنوي، وهي دي فكره الحقن المجهري. سن الزوجه من العوامل المهمه في تحديد نسب نجاح الحقن المجهري. مهمه قوي. نفسي والله العظيم امشي كده بيافطه في الشارع، السن، العمر، يا جماعه السن، ارجوكم ارجوكم ارجوكم. عارف البويضه اللي حضرتك شفتها وعلقت عليها دي، واشكرك على الملاحظه القويه اللي حضرتك خدت بالك منها، دي بويضه بتاعت واحده ست فوق ال 40 سنه.
ما عملتش اي حاجه في حياتها غير ان سنها تعادل 40 سنه، رغم ان هرموناتها سليمه وما عندهاش تقيس في المبايض وما عندهاش بطاطا رحم مؤجره ولا كسف المبيض ولا اي حاجه، لكنها فوق ال 40 سنه. الشوائب اللي موجوده دي ده مظهر من مظاهر اعتلال جوده البويضه اللي بيحصل بعد 40 سنه في الشكل ده. في مظاهر اخرى ساعات بنشوف بيض، هو اللفظ كده، بيض غامق، بيض ممشش غامق. على فكره كل ما يكون البويضه لونها غامق كل ما بتكون جودتها وحشه، تمام؟ زي ما تكون انت حاطط حاجه في الثلاجه وادمت بتلاقيها لونها اتغير، تمام؟ البروتين بتاعها بيتغير. بالظبط كده، دي حاجه. الحاجه الثانيه العدد، عدد البويضات بيقل، عدد البويضات بيحصل له هبوط بعد سن ال 35 سنه وانهيار بعد ال 40. حلو قوي اللفظين دول، انهيار بعد ال 35 هبوط، بعد ال 40 انهيار. الانهيار معناها تناقص مفاجئ قوي. بالظبط. يعني من مثلا زي ما واحد يكون مثلا ايه معاه 1000 فجاه يبقوا 2. صح فجاه كده، يعني 1000 عند ال 35 يبقوا 500، عند 40 يبقوا 2 زي ما حضرتك قلت. خبر ابيض. بيتقل العدد، بيقل انهيار زي ما قلنا، يبقى عدد وجوده. وخد عندك بقى ماده وراثيه للبويضه. حك سالت سؤال مهم قوي، انت لما شفت البويضه قلت لي في كوره كده جوه البويضه، قلت لي دي اسمها ايه؟ البولر بادي، الجسم القطبي، ده اللي بيحتوي على الماده الوراثيه للبويضه. هذا البولر بادي بيبقى شكله غير طبيعي في معظم بويضات سن فوق ال 40 سنه. وعدد الكروموزومات اللي جوه البويضه المفروض تكون 23 كروموزوم، بنسبه كبيره ما بيكونش العدد السليم. يعني بالبلدي كده البويضه بتبقى ممششه من بره ومن جوه. في الشكل وفي المضمون. امتى؟ امتى؟ كل ما السن زاد، خصوصا بعد سن ال 40. بس ارجوكم يا جماعه، سن زاد، عدى ال 40، عدى ال 42، عدى ال 50، هذا ليس مدعاة للخجل. اه طبعا. يعني الست اللي عندها اكتر من 40 سنه ما تبقاش خجلانه، سنها كده. كان في هي في يوم في الايام عندها 30 سنه، تمام. كانت في يوم من الايام عندها 22 سنه، تمام. واللي عندهم 25 هيبقوا في يوم من الايام عندهم 45 و50 و60. السن عمره ما كان مدعاة للخجل، تمام. وعدم انسانيه معايره واحده بسنها. اكيد. عدم انسانيه، الكلام اللي انا بقوله ده مهم جدا على المستوى الاجتماعي. تمام. السؤال القادم سؤال هام للغايه. تمام. المنظار الرحمي. تمام. تمام. ضروره قبل اجراء الحقن المجهري. هي حلو قوي السؤال ده، لان احنا لسه وما زلنا احنا في 2017 في ديبيت، اللي هو في نقاش ما بين الاطباء، وهما مدرستين، مدرسه تقول مش لازم ومدرسه تقول لازم. احنا دايما تختار اللون ايه؟ تمام. اللون ولا اللون ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ اه بالنسبه للكلام ده لا، ابيض طبعا. ابيض، أبيض. انت مدرسه الابيض لازم. اه ما انا هقوله حيك ليه. المدرسه اللي بتقول احنا نخلي المنظار الرحمي مؤجل بعد ما نعمل الحقن المجهري ويفشل، ولو فشل ساعتها يبقى نعمل منظار. طب وليه؟ وليه ان احنا نخش في قصر ديلمة الحقن المجهري بالتحضير بالادويه بالمنشطات بالعمليه بسحب البويضات بزرع الاجنه بالادويه المثبتات وفي الاخر ما يحصلش حمل عشان في زائد رحميه صغيره جوه الرحم منعت الجنين يثبت فيه، او في التصاقات بسيطه جوه الرحم او الحاجز، والحاجز ده مش حاجه كبيره جوه الرحم. اه طب ما هو سهل ان هو يتبنى دكتور هشام بالسونار. للاسف ياما حالات كان عندها حاجز رحمي وللاسف ما عدتش على مراحل تشخيصيه السليمه لدرجه ان الست ديت عملت حقن مجهري مره واتنين وفشلوا بسبب وجود الحاجز. والكلام ده حصل، والكلام ده حصل وحالات شفناها. ده على فكره المنظار الرحمي، شايفين في خرم صغير كده في اخر الصوره على اليمين، ده فتحه الانبوبه الشمال دكتور ايمن ليفت اوستيا، ده منظار رحمي من جوه الرحم طبيعي، ده الفندس اللي هو قاع الرحم او اعلى حته في الرحم يعني. وبعد كده هنشوف الفتحه بتاعه الانبوبه اليمين، ده الجدار الخلفي للرحم، الحته اللي تحت دي بوليبويدال شويه يعني فيها شويه زواد لحميه ممكن تتشال عن طريق المنظار برضو. اللي فوق ده حاجه الشراشيب شريدز بطنط الرحم. في اجزاء في الرحم ده اجزاء طبيعيه وفي اجزاء محتاجه تدخل عشان خاطر نشيل زواد اللحميه دي. طيب يبقى المنظار الرحمي ده، يبقى زي ما قلنا في مدرسه تقول احنا ناجله لو حصل فشل حقن المجهري، يبقى احنا نعمله ساعتها. وليه؟ هو بعد العيد بيتفت الكحك، بعد العيد الكحك ما بيتفتش.
تعال نروح بقى معاك للمنطقة الشائكة. تمام. المتهم والجاني والبريء. جاني متهم أم بريء؟ الأولاني ده جاني، أوكي؟ قبل ما أسأل أهو، الأولاني ده جاني، جاني، جاني. النهارده يوم الجناة. من يرفض الزوج اللي بيرفض إجراء الحقن المجاري بدعوى أنه تدخل في إرادة الله؟ يا سبحان الله. ده متهم ولا جاني ولا بريء ولا جاهل؟ يعني أقول إيه بس؟ هو ده جاني ابني، يعني حرام نشتم الوالد والجد يعني، بس هو جاني طبعًا. جاني والجناية الجهل. والجناية الجهل فعلًا. ما هو يا سيدي الفاضل اللي أنت بتقول الكلام ده، مع كل إرادة الله، يعني إحنا بناخد بالأسباب وبنعمل اللي علينا، وفي الآخر لو ربنا رايد الحمل هيحصل. هو الحقن المجاري ده نسبة نجاحه 100% ولا 90% ولا 80%؟ الحقن المجاري نسبة نجاحه على أحسن الظروف 70، ويعني فوق، لو وصلت فوق 70 دي حاجة كويسة جدا. يعني إيه 70؟ يعني كل 10 حالات بيعملوه، ده مش كل الحالات، ده بعض الحالات، 6 أو 7 منهم بيحملوا والباقي لأ، والباقي لأ، رغم إن كل عوامل النجاح عندهم رغم ان كل عوامل النجاح عندهم، رغم ان هم اتعمل لهم كذا وكذا وكذا، تحضيرات بقى بتاعت الحقن المجاري كلها اتعملت لهم. وهقول لك حاجه الجديد والطفره دلوقتي اللي بنتكلم عليها، اللي هي الفحص الوراثي للجنين قبل ما نزرعه في الرحم، طفره ورفعت من نسبه النجاح الحقن المجاري، بس مش هتوصل ل 100%. يعني ناس بتعمل لهم التحليل الوراثي ده والجنين سليم وزرع في الرحم، بس برضه ما بيحصلش حمل. ربنا مش رايد. يبقى في الاول واخر المظلمه دي كلها حسب مشيئه ربنا. لو ربنا رايد هيحصل حمل، لو ربنا مش رايد مش هيحصل حمل. ده بقى يعني اللي بيروج الكلام ده، تسويف بقى، يعني تسويف معرفش ليه بقى، في غرض في دماغه يعني، اكيد بيقوله او غرض في دماغه عاوز ينفذه، وبيرمي الحجة على الكلام الفارغ ده، ان هو طالما ما جاتش من عند ربنا يبقى انا ما اعملش ايه الحقن المجاري. ايه الغرض؟ اللي انا اصدقه واللي انا مقتنع بيه ماديا. طب وقول، وقول لو انت غير قادر ماديا، بيعمل الحكايه دي في في المستشفيات الحكوميه، وفي اماكن حكوميه كويسه، العين الحسين، العين شمس، بالظبط، في اماكن حكوميه كويسه بتقدم الخدمه ديت. طبعا يعني مش مجاني، بس برضو اقل شويه من المراكز الخاصه، فتقدر انت تطرق الاماكن ديت. او حتى لو ما تقدرش اصبر شويه وربنا يكرمك وحوشك شويه قرشين وروح حد من الاماكن ديت. اللي عايز يتجوز تاني، الله ينور عليك، هو ده، عارف. يا باشا انا بتاع الحاجات دي. لا انت والله ما شاء الله عليك في الحاجات اللي هي فيها القاع دي، يعني لا من اليمين مش شمال، حاجات اليمين برضه كلها يمين. تعال نروح للجزء الثاني المهم قوي، مليان عندكم انتوا بقى، الوهم والشك واليقين. تمام. وهم، شك ام يقين؟ اكذب عليك لو قلت لك ايه؟ على فكره في اغنيه زمان انا اكذب عليك، اكذب عليك، قلت عارف اكذب عليك لو قلت لك ان انا لغايه دلوقتي عارف افتي في الموضوع ده. الموضوع اللي هو ايه السؤال بقى؟ جنين اليوم الخامس افضل من جنين اليوم الثالث. دي مهمه جدا. وايش معنى الرابع صحيح؟ ليه محدش يتكلم عن الرابع؟ وايش معنى السادس؟ عارف السؤال ده؟ هقول لك على اخر سؤال سالته وانا بعمل برنامج في احدى القنوات يعني العريقه، يعني طبعا كان ليا شرف اني اشتغلت فيها قبل، طبعا ليا شرف الكبير ان ابقى في القناه والناس، لكن كان اخر سؤال وانا يوم ما سالته كنت حاسس ان السؤال ده عقده، وكان اليوم ده اخر يوم بعد السؤال ده ما بقتش في القناه. ليه كده؟ بس المشكله في السؤال. لا لا خالص، كل ما يجي سيرته افتكر اليوم ده. تمام. طيب هو الفكره كالاتي، احنا سحبنا البيضات النهارده، فالنهارده يبقى داي زيرو، بكره يبقى داي 1 يعني اول يوم، بعده داي 2، بعده داي 3، وهكذا لحد داي 5 او حتى داي 6. هو كل الكلام اتقال عن اليوم الثالث واليوم الخامس، يوم الثالث ويوم الخامس، بس في يوم رابع يعني في اجنه ونسبه الحمل فيه كويسه، واحيانا بيبقى اليوم السادس كمان. لكن خلينا نقول في النموذجين المشهورين اللي هو اليوم الثالث واليوم الخامس، هو جنين اليوم الخامس احسن من جنين اليوم الثالث؟ مش شرط. يبقى عشان كده لو احنا عاوزين نعلق على الجمله دي، وهم ولا شك ولا يقين؟ لا شك، شك. بمعنى بس عرف الناس بس خامس وثالث من يعني ايه؟ يعني ايه؟ دلوقتي احنا سحبنا البيضات النهارده، لو سيبنا الجنين نقسم، خليها بالايام والنبي، خليها بالايام، النهارده السبت، النهارده السبت، احنا سحبنا البيضات النهارده السبت، بكره الحد ده اليوم الاول، الاثنين اليوم الثاني، الثلاث اليوم الثالث، اليوم الثالث من سحب البيضات، واليوم الثالث في عمر الجنين، لان احنا لما سحبنا البيضات النهارده السبت وحقنا البيضات بالحيوانات المنويه وسبناها عدد معين من الساعات
وده هيبقى بكرة الحد، وبصينا على الجنين ولقينا فيه اخصاب، يعني ايه اخصاب؟ يعني اندماج البيضة بالحيوانات المنوية، يبقى ده ساعتها اسمه اليوم الاول اللي هو بكرة الحد. نسوب ينقسم لحد يوم الاثنين، الاثنين ده اليوم الثاني، الثلاثة اليوم الثالث، الاربع اليوم الرابع، الخميس اليوم الخامس. تمام؟ حلو الكلام. انا دلوقتي لو عندي 10 اجنة، ينفع ان انا ازرع العشر اجنة جوه الرحم؟ ده. اكيد لا، انا لازم اختار اثنين او ثلاثة بالكتير اربعة. تمام؟ طيب عشان اقدر اختار احسن اثنين او ثلاثة او اربعة، يبقى لازم ادي فرصة للاجنة انها تنقسم اطول فترة ممكنة عشان انقي احسن اثنين او ثلاثة او اربعة، وهم دول انا هزرعهم في الرحم. خلاص يا دكتور ايمن؟ انا النهاردة عندي حالتين سحبوا البيضات، النهاردة السبت اهو، واحدة طلعت 10 بيضات والعشرة اتخصبوا، هو عادة في فاقد في كل بيضة في عدد البيضات بتخصب، بس العشرة اتخصبوا، يعني بكرة عندي 10 اجنة. وحالة تانية طلعت 3 بيضات والتلاتة اتخصبوا، يعني بكرة اليوم الاولاني عندي 3 اجنة، يبقى عندي حالتين هم بكرة يوم الحد، واحدة عندها 10 اجنة وواحدة عندها 3 اجنة. تمام؟ التلات اجنة دول انا كده كده هزرعهم، مش هزرع غيرهم، مفيش غيرهم، هم دول هيتزرعوا في الرحم، فعشان كده دول استنى عليهم لحد اليوم الخامس لا يفضل. والكلام اللي بقول لك ده يا دكتور ايمن يعني مش كلام هشام الشاعر شخصيا، ده كلام علماء اوروبا. كان في بروفيسور لوكا كده، ده بروفيسور ايطالي، وانت عارف الطلاينه كده باللفظ كده او بالبلدي كده، يعني هقول لو ينفع ان انا اقول اللفظ دوت، هم شويه فهلويه، يعني مش عارف، عاوز اقول لفظ كده على فهلويه، فهلويه عندهم فهلوه. بلد ايوه، ويعني ناصحين قوي يعني. تمام؟ قال لك في الاخر بقى الخواجه لوكا ده، قال لك في الاخر يعني الدكتور هو اللي يتراءى لي اني اليوم الافضل لزرع الاجنه. وبالتالي لما يكون عدد الاجنه قليل يبقى احنا هم دول هنزرعهم في الرحم. تمام؟ هنزرعهم في الرحم امتى؟ نستنى لحد اخر المرحله اللي هو اليوم الخامس؟ لا، ازرعهم في الرحم اليوم الثالث. الله، ليه بقى؟ اصل مهما كانت كفاءة الحضانة اللي موجودة في عمل فضل نبيب، عمرها ما هتكون زي الحضانة الربانية. هو مين الحضانة الربانية؟ الرحم. مهما كانت كفاءة الحضانة عمرها ما هتكون زي كفاءة الرحم، فعشان كده لما توصل يوم الثالث اللي هو بداية المرحلة الجنين فعلا بيقدر يثبت فيها في الرحم كويس، لا وعندك ثلاث أجنة وما عندكش غيرهم، هم دول هتزرعهم، ازرعهم في اليوم الثالث، ازرعهم. لكن لو انت عندك 10 أجنة دخلهم في سبق، سبق بقى وشوف الرهوان منهم مين، والرهوان ده هو اللي هتولي، هو ده اللي زرعه في الرحم. عشان كده كلمة الجنين الخامس أفضل من الثالث ده شك، مش في كل الحالات. الأجنة لما يكون عددها قليل ازرعهم في اليوم الثالث، أجنة كتير استنى وشوف الأحسن لحد اليوم الخامس. طيب عندي كام حاجة كده، بس الوقت عايز إيه؟ أوكي. أقول المهم. أوكي. الحقن المجهري هو الوسيلة الوحيدة والأكيدة لتحديد نوع الجنين. طبعًا. يقين. يقين. يقين طبعًا. لما ناخد عينة من الجنين ونفحصها ونعرف الجنين ده ذكر ولا انثى، وننقل الجنين دوت لو كان ذكر، ولو حصل حمل، ما هو مش شرط يحصل حمل، لو حصل حمل يبقى اكيد الجنين ده ذكر. ولو نشوف فيديو لطيف كده ان احنا بناخد او بنسحب عينه من الجنين عشان اللي هو عباره عن خليه، خليه من خلايا الجنين، عشان نفحص الخليه ديت ونعرف ان هو جنين ذكر ولا جنين انثى. الكلام بقى ما دون ذلك فهو كلام غير قائم على الدليل، not evidence based medicine، تكهنات، افتراضات اللي هو وسائل اخرى لتحديد نوع الجنين، وكلام بقى فارغ زي حاجه اسمها التشطيف المهبلي، وكل ده كلام غير قائم على الدليل الطبي. الكلام الوحيد القائم على الدليل الطبي هو الحقن المجهري عن طريق ما يسمى بالفحص الوراثي للجنين. احنا دلوقتي خرمنا قشره الجنين وداخلين بالابره عشان خاطر نسحب خليه او عينه من الجنين، والعينه ديت هي اللي هنفحصها عشان نعرف اذا كان جنين ذكر ولا جنين انثى. سؤالين مهمين سرعة كده. الحقن المجهري قد يكون علاج لحالات الإجهاض المتكرر في حالة واحدة بس. في حالة واحدة يقين بس. يعني في حالة واحدة بس. يقين قد في كلمة قد. لو كان سبب الإجهاض هو خلل في المادة الوراثية للجنين، في أسباب أخرى للإجهاض كتير وأكتر بكتير من الخلل الوراثي للجنين، الأسباب الأخرى دي لو اتعالجت خلاص الحمل هيكمل. انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان في ناس كتير بيحصل لهم اجهاض ويقولوا لي اعمل لنا حقن مجهري، اقول لهم اعمل لكم حقن مجهري عادي
ولا هيفيدكم في حاجه، ما انت كده كده بتحملي. لكن اعمل لك حقن مجهري عشان اتاكد من الماده الوراثيه بتاعت الجنين سليمه ولا لا، يبقى ساعتها احنا ممكن نعمله. تمام. السؤال الاخير، الحمل الناتج عن الحقن المجهري حمل ضعيف، ده معتقد مشهور جدا. تمام. لازم الست بقى ترتاح وبتاع، ده انت حامل ده مهم جدا. معلش قول تاني دكتور ايمن. سريع، الحمل الناتج عن الحقن المجهري حمل ضعيف. وهم 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 وهم. الحمل الناتج عن الحقن المجهري هو حمل عادي، له ما له من الحمل وعليه ما عليه على الحمل. حمل عادي جدا، معرض لكل مضاعفات الحمل. كل مضاعفات الحمل العاديه بتحصل للحمل كل المحاذير الطبيعيه بنقولها للست الحامل الطبيعيه نقولها هنا بالظبط. الفرق ان بعد ما الاجنه 3 ايام بس بس بس. وده على فكره ده وهو من حيصنا كمصريين برضو. انا النهارده عمال اتكلم عن بره كتير. مثل لطيف جدا قاله برضو احد الخواجات مره، قال لك انت لو تحط الجنين جوه الرحم عامل زي حته الزبده اللي حطها في السندوتش وتقفل عليها، لما تمسك السندوتش كده حته الزبده بتقع. لا. الجنين كده. أه؟ فعشان كده بره نص ساعة قومي يلا اتحركي. أه؟ ونزل الشغل من تاني يوم. يا باشا ده بيلعبوا رياضات وبيشيلوا بتاعه وبيقعدوا يتنططوا. وانا في حلقة في الدكتور فاكر لما جبت لك بيلعبوا رياضة بتشيل حديد بتشيل حديد وبتاع، ده 100% بتشيل حديد. هنا بقى بتقعد 9 شهور يقول لك نامي اهي نامي كده بس لما بيغلق روح فراش مثلا. أقصى حاجة هو 3 أيام راحة وتحرك عادي، بعد كده إن شاء الله تنزل الشغل عادي. قدمت أنت كتير قوي قوي للإعلام الطبي بجد. ربنا يخليك. الكبيرة اللي عملتها الإعلام الطبي، موهبة الشرح دي مهمة جدا. ولما يكون الشرح مبني على علم اكاديمي موثق في شرح كبير زي القصر العيني بيبقى العلم موثوق فيه، وبتدينا انا نوع من الراحة النفسية الشديدة بحكم ان انا سائل ويعني زي ما بيقولوا ربنا يخليك. يعني بقى احب ادعكش ونعفش واقعد كده احفر في السؤال واقعد اطلع ده اخره. انا ببقى معاك بحس دايما بالامان، فانت بتنورني. الله يخليك. الله يخليك. طيب العزيز الاستاذ الدكتور هشام الشاعر كالعادة متألق وكالعادة في الناس الحلوة، خليكوا دايما في الناس الحلوة. الفول ماوس انفنت، زراعة الفم الكاملة. ايه هي زراعة الفم الكاملة وبنستخدمها ليه، والتكنولوجيا تدخلت في الموضوع ده ازاي، ومهارة الطبيب تدخلت في القصة دي ازاي؟ احنا الزراعة زي ما اتكلمنا عليها قبل كده هو مسمار تيتانيوم. طبعا التيتانيوم بيحفز العظم، ده الطبيعة بتاعته بيحفز العظم. ودلوقتي بقوا عاملين له معالجة سطح عالية جدا عن طريق الجاما ريز وعن طريق تزويد التضاريس بتاعته عشان العظم يخش يعشق فيها فيدينا الثبات بتاعها الاعلى. ده خلانا ان احنا نستنى على الزراعية وقت اقل من زمان. زمان كنا بنستنى 6 شهور و5 شهور، دلوقتي احنا ممكن في شهر ونص وشهرين ان احنا نوصل من ما فيش ولا سنه في البق لسنين كامله. طبعا هنا احنا مش بنشتغل زراعه بس، احنا بنشتغل زراعه وتركيبات، وبيبقى تيم كبير قوي بيشتغل في القصه. بنعمل ايه في القصه دي؟ اهم حاجه نبدا بيها حاجه اسمها الاشعه المقطعيه او الاشعه ثلاثيه الابعاد. الاشعه ثلاثيه الابعاد او الاشعه المقطعيه هي اللي بتقسم لنا العظم لشرايح صغيره قوي، نقدر نمسك كل شريحه نشوف سمك وطول العظم في المنطقه دي قد ايه، كثافه العظم جوه في المنطقه دي عامله ازاي. فده بيخلينا نقدر ناخد القرار احنا نحط زراعه هنا ولا لا، ولا نحطها في حته قدام شويه او نرجعها ورا شويه. طب هل معنى ان احنا عندنا طول او عرض مش كويسين ان احنا ما نزرعش؟ لا طبعا. دلوقتي احنا بنقدر نحط نزرع عظم، العظم الصناعي بتاعنا، وعن طريق استخدام البي ار اف. البي ار اف ده بنستخرجه من دم المريض نفسه، بيبقى غني وبيبقى خارج من البلازما بالذات بعناصر النمو وعناصر الشفاء اللي بتساعد على تثبيت العظم وان العظم ينشف ويمسك نفسه في وقت اقصر. وبعد كده نقدر نحط فيها الزرعات. ده طبعا احنا بنتكلم ان العظم اللي موجود مش يعني ما ينفعش نزرع فيه تماما. زمان كنا بنقول للمريض امشي على الطقم المتحرك اللي هو دي مشاكله اللي هنتكلم عليها برضه النهارده. دلوقتي احنا بنقول لاي مريض انت من حقك يبقى عندك سنين. بنعمل الاشعه المقطعيه اللي بتحدد لنا الكلام ده زي ما اتفقنا. الاشعه المقطعيه دي نقدر بعد كده نتعامل بيها مع السمايل ديزاين ان هي تحدد لنا ان المنطقه عندنا دلوقتي منطقه كويسه. طب انهي حته بالذات اللي هحط فيها الزراعيه بتاعتي؟
ده اللي بنقدر نحدده عن طريق السمايل ديزاين، برامج تصميم الابتسامه. فبقينا عارفين الشكل المريض النهائي هيبقى عامل ازاي. كان بيبقى عندنا طبعا الفم لما يكون ما فيهوش ولا سنه، ده معنى كده ان اللي عمل اللي وصل للمرحله دي يا اما مريض سكر فاسنانه كلها كانت بتتلخلخ فاضطر يخلعها ورا بعضيها، وهيكون من حظه الكويس ان هو يبقى فاهم اللي احنا هنتكلم عليه ده، ان هو لو كنترولد او يقدر يبقى كنترولد لازم السنه اللي هيخلعها يحط مكانها زراعيه على طول، لان ده هيساعد على الثبات بتاعها في وقت اقصر ويزود الثبات بتاعها. فبقينا نخلي اي حد عنده مشكله في اسنانه او ما عندوش اسنان يوصل لاسنان كامله. طبعا مشكله التركيبات المتحركه زمان كان ليها مشاكل كتير جدا. طبعا اول حاجه بتساعد على ان العظم في الحته دي كش زياده عن ان فقدان الاسنان نفسه بيساعد على ان العظم يكش. فمجرد ما بنحط الزرعات بتاعتنا بنحافظ على الكونتور. طب ايه المشاكل لما العظم يكش؟ ايه المشاكل اللي بنواجهها؟ مشاكل هي السن، بيبدا الانسان يبدا شكله اكبر لان التجاعيد بتزيد، احنا ما عندناش فيه اسنان خالص وعضلات الوش والجلد دي كلها مشدوده على الشاسيه اللي هو العظم، العظم ده كش فيبدا يبان سن اكبر. مفيش حاجه اسمها مستحيل دلوقتي، دلوقتي الجيب الانفي لما بقى ينزل بسبب ان الاسنان مش موجوده بقى لها فتره طويله بقينا نقدر نرفع الجيب الانفي بفتحه صغيره خالص ونحط عظم تحت الجيب الانفي ونزرع الزراعيه بتاعتنا. استخدام البلازما زي ما احنا قلنا بيساعد على ثباتها في وقت اقصر. وبعد كده يجي بقى دور التركيبات الثابته بتاعتنا، بنقدر نعملها. طبعا احنا اخترنا اماكن الزراعيه في الاول واخترنا التخيل بتاع الشكل النهائي هيبقى عامل ازاي، نبدا ننفذ الكلام ده مع شكل اسنان تليق على الراجل اللي هو ما عندوش سنان ده. وساعدتنا في كده الرؤوس بتاعت الزراعات المايله، الرؤوس بتاعت الزراعات المايله بقت تدينا الشكل، حتى لو احنا عندنا الفك كش شويه نقدر نطلع الاسنان لبره شويه. وبرده التركيبات اللي هي بتتربط بمسامير برده ادتنا الفرصه دي ان احنا نخلي مكان الاسنان بعيد عن مكان الزراعيه، فنقدر نوصل للشكل النهائي اللي احنا عايزينه والمضغ النهائي والعلاقه المظبوطه ما بين الفكين. الضعف الجنسي مشكلته انه مرض في شريك بيشوفه، الزوجه ده حقها، الراجل عنده ضعف جنسي زوجته معاه في الحاله دي غير اي مرض تاني. مفيش حاجه اسمها عجز جنسي، اسمه ضعف في الانتصاب. هذه الحاله المرضيه تدارى ولا نواجهها وجها لوجه؟ هرمون الذكوره مش زي بقيه الهرمونات ثابت في الدم، لازم الواحد يكون عنده انتصاب كويس عشان يوصل حياته المنويه لغايه الرحم عشان يخلف. عمليه الانتصاب تعتمد على وجود جهاز عصبي في الاساس لازم يكون سليم. ثلاث حاجات تبقى كويسه، الاعصاب، الشريان اللي بيعمل انتصاب، الاورده، والمفروض ان هي ما تسربش دم اكتر من 3 سم كل دقيقه. بلد بتلبس حساسه لاصقه في حتت غريبه، يعني تلاقي قلعت العدسه مثلا وهي بتاكل في مطعم، واحد بياكل خلص اكل بص جنبه كده لا واحده بتقلع العدسه. واحده قالت لي ان هي العدسه بتضايقها بتطلعها تحطها على لسانها عشان ما عادش المحلول وتحطها في عينيها تاني. يعني والله كانت جايه بخراج في عينيها رهيب. النضاره دي ما بتفهمش عشان كل ما احطها في مكان تعالج هي بمعرفتها. النضاره وظيفتها انها تخليني اشوف احسن لو انا نظري ضعيف، زي ما يقول لك امسك قلم وهاته كده عشان العين تدخل لجوه بدل ما هي محوله لبره. ما شفناش ما يعني كانت قله حيله زمان، يعني كانت زمان قله حيله، انما دلوقتي احنا خلاص الكلام ده انقرض يعني. الضعف الجنسي مشكلته انه مرض في شريك بيشوفه، الزوجه ده حقها. الراجل عنده ضعف جنسي زوجته معاه في الحاله دي غير اي مرض تاني. مفيش حاجه اسمها عجز جنسي، اسمه ضعف في الانتصاب. هذه الحاله المرضيه تدارى ولا نواجهها وجها لوجه؟ هرمون الذكوره
مش زي بقيه الهرمونات ثابت في الدم. لازم الواحد يكون عنده انتصاب كويس عشان يوصل حياته المنويه لغايه الرحم عشان يخلف. عمليه الانتصاب تعتمد على وجود جهاز عصبي في الاساس لازم يكون سليم. ثلاث حاجات تبقى كويسه: الاعصاب، الشريان اللي بيعمل انتصاب، الاورده، والمفروض ان هي ما تسربش دم اكتر من 3 سم كل دقيقه. دلوقتي احنا بنعمل سكرين للناس، يعني اللي جاي لي بيلبس نظاره بعمل له بصمه عين على طول. اللي عنده تاريخ مرضي في العيله بعمل له بصمه عين. الدكتور لما عملش فحص للقرنيه مظبوط ممكن يحول الانسان ده من انسان عادي نظره ضعيف لانسان عنده قرنيه مخروطيه. في ناس النظاره ما تسهلهاش. الحول بيروح لوحده حتى لو كان وراثي او حتى لو كان مكتسب، مفيش حاجه اسمها كده. يبقى عدواني؟ مش عدواني بس عصبي جدا، حضرتك بيشوف الحاجات غير اللي احنا شايفينها. الاستاذ الدكتور محمد لاشين، استاذ طب وجراحه العيون بكليه الطب جامعه الازهر، دكتوراه طب وجراحه العيون، زميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، استشاري الشبكيه والجسم الزجاجي والليزر، استشاري تصحيح الابصار والليزك. اهلا بكم، النهارده يوم مهم جدا في عالم العيون، متنوع جدا، الحول هياخد جزء كبير اكيد في الحوار، ضعف الابصار، زراعه العدسات، لكن خلينا ابدا اقول لكم في قضيه اكيد هعرضها النهارده وهنتكلم عنها النهارده، العدسات اللاصقه. العدسات اللاصقه دي تحتاج الى حلقات عديده، لكن عدسات اللاصقه مثلا بنات بشوف وبسمع وبشوف بنات بتلبس عدسات لاصقه في حتت غريبه، يعني تلاقي قلعت العدسه مثلا وهي بتاكل في مطعم. واحد بياكل خلص اكل، بص جنبه كده، لا واحده بتقلع العدسه. بتقلعها في الحمام. تروح الحمام بتاع الفندق او الحمام بتاع المطعم وتقلع العدسه وترجع من غير. قال لها دي في الحمام. الحمام ده انفكتد. طيب ماشي، قال ممكن. طب قلعتيها ازاي وصوابعك فيها ضوافر قد كده؟ الضوافر قد كده. قلعتيها بالضوافر ده. هاو ات كوم. ازاي يعني؟ يعني وبعدين كن يعني مثلا يعني واحده لابسه العدسه من يوم الثلاث لغايه يوم الخميس، راحت المصيف ايام المصيف بالعدسه الزرقاء، نامت بالزرقاء، طلعت الصبح بالزرقاء، بالليل بالزرقاء، الصبح ثالث يوم يعني سودة. طب انت، طب ما انت هترجعي، ده انت مزرقه كلك على بعض، يعني انت هترجعي، انت متخيله عينك هيحصل فيها ايه؟ ما لقتهاش في الثلاث اربع ايام دول؟ تقول لك ما لقتهاش من يوم ما رحت الساحل من الاسبوع اللي قبل اللي فات، يخرب بيتك. العدسات يا جماعه فيها كوارث، فيها كوارث يعني. العدسات انت هي اساسا حاجه فيها خطوره. فكمان اللي انا بقول لكم عليه ده يتعمل، ده غير اللي بيلبسوا يقلعوا العدسات في العربيه، جوه العربيه بنت تلاقيها سايقه اشاره حمله واقفه البنت، تروح جايه قلع على العدسه في وسط الاشاره. بايدها كده اللي هي حطها على الدركسيون اللي هي كانت اوريدي من شويه مطلعها بره، اللي كانت يعني بتدي طلع فلوس ملوثه، الفلوس دي ملوثه. تخدت ايدك من الفلوس الملوثه الى العدسات اللي في عينك جوه العربيه او لبسيهم جوه العربيه. طيب حوار النهارده مثير وممتع جدا وهيتنوع طبعا اكيد مع ضيف العزيز القيمه العلميه المتميزه والاسم اللامع في هذا المجال وصاحب الحوار الذي انا بستمتع بيه جدا، استاذ الدكتور محمد لاشين. اهلا بك يا دكتور محمد. اهلا يا دكتور ايمن، منور. يعني اللي انا قلت طبعا ده عشان انا ببص لبيت الكوارث كلها في ثلاث جمل. افتكرتك هتقول بيت الكوارع. لا لبيت الكوارث كلها. لا ده انا في مره واحده قالت لي ان هي العدسه بتضايقها بتطلعها تحطها على لسانها عشان ما عاش المحلول وتحطها في عينيها تاني. حضرتك يعني والله كانت جايه بخراج في عينيها رهيب، في الخراج في القرنيه رهيب. يا ساتر يا رب. طبعا يعني اللسان، تخيل حضرتك بقى اللسان ده يعني كله بكتيريا، كله بكتيريا عايشه عليه يعني. بلت العدسه عشان لو فيها رمله تطلع وحطيتها في عينيها تاني. فجالها طبعا قرحه وخراج. ربنا يستر. احنا مش بنخوف الناس ولكن كل حاجه ليها طريقه استخدام معينه، نلتزم بطريقه الاستخدام. طيب احنا من ضمن الحوار النهارده زراعه العدسات والكلام ده كله. طيب. زراعه العدسات. يعني هل هي امن ام العدسات اللاصقه الخارجيه امن؟ ده هيكون من ضمن الحوار يعني. بعد ما اتكلمنا عن مقدمه العدسات، تعالوا نشوف الحول في الابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ الحول من احدى تعريفاته الهامه هو عدم استقامه القزحيه. الكلام ده ابيض ولا اسود ولا رمادي؟
ابيض طبعا. هو الحول ما كانش فيه عين بصالي وعين مش بصالي ما يبقاش حول، ده المعروف عند الناس. ولكن في طبعا انواع كتير من الحول اللي احنا دايما بنأكد عليها في الحلقات اللي مش باينه للناس، اللي هو الشخص العادي يبان شكله عادي قدامك وفي الصور يبان شكله عادي ولكن عنده شكوى حول، ازدواجيه رؤيه، عدم قدره على ان هو يقرا فتره طويله، عدم قدره على التركيز فتره طويله، صداع بدون مبرر، ده حول. ده حول، ولكن المشهور منه عدم استقامه القزحه. الحول لا يوجد له اسباب اخرى غير الوراثه. ابيض بنسبه 95% وفي 5% في اسباب غير الوراثه. طبعا طبعا في كتير غير الوراثه بس يعني مش مشهوره للناس، زي مرض السكر، زي الاصابات، زي الحوادث، زي بعد العمليات، زي اورام المخ، زي ارتفاع ضغط المخ، حاجات كتيره جدا ممكن تعمل كده. التهاب سحائي، التهاب في النخاع الشوكي، كل ده ممكن يعمل طبعا جدا حول. ولكن الاساس المعروف للناس الحول الوراثي، هو طفل مولود طبيعي يجي فجاه يقول لك احول، مش عارفين احول من ايه. في ناس تربطه بحراره، ناس تربطه بوقعه، ناس تربطه بخبطه، ولكن هو الحول سنته كده، سنه الحياه في الحول اللي الطفل بيتولد بيه وما بقاش باين في الاول وبعد كده يقوم ظاهر فجاه في وقت من الاوقات. الحول الكاذب ما يظهرش الا في الاطفال والربع. الكلام ده صح؟ الكلام ده صح طبعا بنسبه كبيره جدا. ان الحول الكاذب معناه ان انا بتهيألي ان الطفل عنده حول واروح للدكتور يقول لي ما عندوش حول. فالتهيؤ ده بيبقى ان النظره الاولى للطفل اول ما ببص له، اول ما بيتولد جفنه مثلا ساقط شويه فانا يتهيألي ان عينه طالعه لفوق، او عظمه الانف عريضه فانا يتهيألي ان السمار هو اللي قريب لبعضه. ده في الاول، بعد كده بعرف المشكله فين وبعرف ان ده مش حول والعظمه بتتكون والطفل بيرجع شكله طبيعي. طبعا ده بيبقى في الاول خالص طبعا. القرنيه بتكبر مع تقدم السن، ابيض ولا اسود؟ عايزين نقول للناس بقى النهارده معلومه واضحه وكويسه جدا، عشان الحتة دي عند الناس شايفينها ابيض هي اسود. خلاص كده احنا حضرتك، في ناس بيتولدوا بحجم العين بتاعهم ثابت وبيفضل ثابت مدى الحياه، وفي ناس بتولدوا بحجم العين بتاعهم متغير وبيتغير طول العمر لحد ما يثبت عند سن ثبات البلوغ اللي هو سن ال 18 عند البنات او ال 17 وسن ال 20 او ال 21 عند الشباب. الناس اللي بيتغير عندهم العين وحجمها مع النمو والبلوغ دول اللي هم عندهم قصر نظر متطور، اللي هو بيبدا النظر يضعف عن سن الست سنين ويبدا يزيد كل سنه درجه درجتين ثلاثه حسب ما بيطول، حسب ما هرمون النمو بيشتغل على العين، العين حجمها بيكبر، ده بيحصل قصر نظر متطور. لكن الانسان اللي مولود عنده طول نظر شديد او الانسان اللي عنده استجماتيزم شديد ده بيفضل بنفس مقاسه لحد ما يبقى عنده 70 سنه. لا قرنيته بتكبر ولا عينه بتكبر ولا بيتغير فيه حاجه خالص. دي معلومه واضحه وثابته وصريحه. في معلومه ثالثه الناس لازم تعرفها، ان احنا كلنا بنتولد عندنا طول نظر بسيط ربنا بيديهولنا في الشهور الاولى، لان كل حياتنا في محيط ان واحد شايل الطفل، طفل بياكل بيلعب في حاجات كلها قريبه منه، لا بيسوق ولا بيتفرج على تلفزيون ولا بيشتغل. فربنا بيديله طول نظر بسيط فسيولوجي ده بيعيش بيه في الشهور الاولى، اللي هو ثلاث درجات اربع درجات درجتين، وده بعد الوقت الطفل بيبدا يبص على بعيد ويبدا يمارس حياته على بعد، فالطول النظر ده بيتلاشى لوحده، فده طول نظر فسيولوجي. مفيش حاجه اسمها ان كلنا بنتولد عندنا طول نظر ولما عينينا بتكبر طول النظر بيروح، لا هو مش لما عينينا بتكبر، هو لما ممارستنا للحياه بيختلف، عدسه العين بتتاقلم على الوضع البعيد وبيروح طول النظر ده. انما مش العين بتكبر ولا القرنيه بتكبر، عشان الناس تبقى واضحه وصريحه. اوكي. الحول يكون نتيجه للضعف الشديد في النظر احيانا، ابيض ولا اسود؟ ابيض جدا، انه من اشهر اسباب الحول هو ضعف النظر. ما كانش السبب الرئيسي، ما كانش السبب الرئيسي. ولكن برضو عايزين نجيب السؤال من الناحيه الثانيه، مش كل واحد داخل عياده العيون عنده حول يبقى يخرج من عياده العيون معاه نظاره. مش كل طفل عنده حول يا جماعه علاجه النظاره، يعني النظاره مش السحر، احطها على الوش تعالج الحول، احطها على الوش تعالج الكسل، احطها على الوش تمنع الحول الكاذب، احطها على الوش عشان تمنع الحول الخفي. النظاره دي ما بتفهمش، عشان كل ما احطها في مكان تعالج هي بمعرفتها. النظاره وظيفتها انها تخليني اشوف احسن لو انا نظري ضعيف. لما انا عندي مشكله نتيجه النظر الضعيف مش هيحلها النظاره. يعني انا نظري ضعيف هلبس نظاره، انما نظري ضعيف وعندي حول، لا مش هلبس النظاره عشان تعالج الحول. طب انا بقى الحول اتطور بقى عندي كسل، مش هلبس النظاره عشان اعالج الكسل، لا مفيش حاجه اسمها كده. لازم اواجه المشكله، كل مرض يتواجه بطريقته. فالنظاره مش النظاره السحريه اللي هتعالج كل انواع ضعف النظر. ولكن ضعف النظر بسبب حول، ده اساسا ضعف النظر بسبب حول في الاطفال هو ده بنسبه كبيره جدا. ضعف النظر اصبح مشكله منتشره في العالم الان بسبب تطور التكنولوجيا اساسا، بسبب انه الانسان حواليه
كل حاجه مشع تابلت ال اس دي ال اي دي كل حاجه كده، فده عمل ضعف النظر. ده ابيض جدا، لان هو حضرتك هو بيعمل ضعف نظر بطريقتين. اولا الشعاع اللي بيطلع من الشاشات ده بيأثر على القرنيه بالحراره بتاعته، فعشان كده احنا دايما بننصح ان الحاجات تبقى على بعد مناسب من العين. يعني الحاجات اليدويه كلها تبقى على بعد اكتر من 35 سنتي، الحاجات اللي هي الديسك توب او اللابتوب تبقى على بعد 45، التلفزيون على بعد 2 متر. ده ما يأثرش على العين بالطريقه دي خلاص. ولكن في حاجه ثانيه لازم الناس تعرفها، ان في ناس بيبقى عندها ضعف نظر بسيط متعايشه بيه مش واخده بالها منه، لما بتبدا تركز بتحس بيه فيفتكر ان هو لما ركز جاله ضعف النظر. لا، انا ممكن يكون عندي استجماتيزم مش مضايقني درجه درجه وربع، لما ركزت باين، ده طبيعي بقى. السؤال الجاي مهم جدا جدا. زراعه العدسات المتعدده البؤر هي تطور الاحدث عالميا لتصحيح عيوب الابصار الان. هو زراعه العدسات المتعدده البؤر طبعا مهم جدا وحلو جدا وتطور كبير وكل حاجه، ولكن برضو مش عايزين ناخد كل تطور تكنولوجي انه موضه. يعني ما فيش حاجه اسمها ان التطور الجديد ده موضه، يعني ما فيش حاجه اسمها يا دكتور حط لي عدسه متعدده البؤر، لا، وانت ينفع لك ولا ما ينفعلكش، لان العدسه متعدده البؤر باكد تاني للناس ان هي ليها عدد محدود من الناس اللي بيستريحوا فيها. كلمه بيستريحوا فيها دي فرق جامد يا دكتور عامر، لان انا ممكن احط عدسه متعدده البؤر احول حياه الانسان ده ان هو مزغلل، لا في القرايه مرتاح ولا في البعد مرتاح. لازم اختار العيان بعنايه، لازم اقعد اتناقش معاه قبل العمليه كويس جدا، ولازم اوري له شكل الرؤيه بالعدسه متعدده البؤر هيبقى شكله ازاي. ارتاح فيها وحياته تسمح له بكده اهلا وسهلا، ما ارتاحش فيها يبقى العدسه احاديه البؤر هي ده الحل المثالي. ممارسه الحياه الطبيعيه ممكنه جدا بعد زراعه العدسه بيوم واحد. ممارسه الحياه الطبيعيه ممكن جدا في نفس اليوم كمان، مفيش اي مشكله، لكن بنبقى محافظين جدا ان مفيش حاجه تدخل جوه العين زي الاتربه زي الميه زي الصابون، الحاجات دي الشمس هتبقى مضايقاه يلبس نظاره شمسيه، انما يقدر يخرج يسوق عربيته يقدر طبعا عادي جدا. مين اللي يزرع لهم عدسات؟ مين اللي يزرع لهم عدسات؟ ده حضرتك يعني الناس اللي عندهم ميه بيضاء لازم يزرع لهم عدسه بعد عمليه الميه بيضاء، الناس اللي عندهم قصر نظر شديد وقرنيتهم ما تسمحش بليزك ولا بفيمتو ليزر دول بنزرع لهم عدسات. رقم كام يعني مثلا احنا عندنا الليزك لغايه كام؟ ماينس كام؟ لا هو حضرتك بقى دلوقتي عشان الناس تعرف قاعده في الليزك ان هي نسبه وتناسب، يعني لازم يكون القرنيه بتاعتي تسمح اشيل منها قد ايه؟ طبعا ما نتعداش ال 10 ده ما نتعداهوش. ماينس 10 ما ينفعش نتعدى. ما نتعدى ده انترناشونال. ابو 11 ده ما فيش. لا يعني قدامه اختيار من الاثنين، يا يزرع عدسه يا اما يصلح 9.5 او 10 ويتبقى له درجه، هو حر بقى لو راضي بالحل ده. يعني يلبس نظاره خفيفه بعد كده. او يقول لك عايز الدرجه دي اقربيها، هو حر، انما الحل الامثل ليه هو يزرع العدسه لانه عدى حدود ال 10. طب اقل من ال 10 كل الناس ينفع لها؟ لا، لازم بقى نشوف القرنيه زي ما بنأكد كل مره، نشوف سمك القرنيه، سطح القرنيه وارتفاع القرنيه، وانا هوصل القرنيه دي لشكل ايه بعد ما اصلح له المقاس. يعني لازم ارتفاع القرنيه يكون مناسب، لازم القرنيه يبقى ليها كيرف، ما ينفعش القرنيه تحول لسطح املس فلات، ما تجيبلوش صوره خالص. لو نزلت القرنيه لرقم 35، لو شفنا في تصوير القرنيه اللي معانا النهارده في ارقام موجوده في الجنب، ما ينفعش الرقم ينزل تحت ال 35 وال 33. الصوره دي؟ الصوره دي حضرتك مثلا ده شكل القرنيه، الارتفاعات اللي في النص دي الجزء الاحمر ده ارتفاع القرنيه. الارتفاع ده مسموح بيه لحد 47. انزل عن ال 47 مسموح لحد انزل لحد ال 35، ما ينفعش انزل تحت 35. يعني واحد جاي لي عنده درجه القرنيه بتاعته 40 ومقاسه ماينس 9. ما اقدرش اصلح له ماينس 9 في 40، هينزل قرنيته تنزل ل 35 34 مش هشوف حاجه. هاجي اعمل له مقاس نظر الاقيه تمام، هيجي هو ماشي في الشارع مش شايف اي حاجه خالص، كل الدنيا داخله في بعضها. لازم اقيس المقاس بالنسبه للمريض اللي قدامي، هل قرنيته تسمح اصلح له؟ اه تسمح تمام. ولكن فوق ال 10 لا مفيش كلام. ما ينفعش عوده ضعف الابصار مره اخرى بعد زراعه العدسات، يعني ازرع عدسه النظر مش هيضعف تاني خلاص. عايزين نقول للناس قاعده ذهبيه مهمه جدا، اي طريقه من طرق تصحيح الابصار اللي انا بختارها للعيان اللي جاي عايز يصلح نظره النهارده لازم يتوفر فيها ان هي تكون امان، لازم يتوفر فيها ان هو يكون بيشوف بيها زي نظارته ان ما كانش احسن، لازم يتوفر فيها ان النظر مش هيضعف بعد كده بالطريقه دي. يعني اذا عملت لحد ليزك لازم اكون انا عارف ان الطريقه دي اللي هختارها له في تصحيح النظر من نوع من انواع الليزك مش هيرجع تاني بعد سنه يجي له ماينس 1 ولا ماينس 2، يبقى كان في حاجه غلط في الاول اتعملت او حاجه غلط ما حدش خد باله منها. لازم لما اكون هزرع له عدسه لازم يكون مقاسه ثابت وسنه مناسب ودرجه عينه تسمح ان انا ازرع العدسه دي، ومقاس العدسه اختاره بدقه متناهيه. مفيش حاجه اسمها ان انا احط له عدسه يطلع مقاس غلط فهنخش نغيرها ونشيل عدسه، مفيش حاجه اسمها كده. فالنظر هيبقى ثابت،
العملية أمام ومرة واحدة في العمر ويشوف بيها رؤية زي نظارته وما كانش أفضل من نظارته. ما بدتش أوصل له كده يجيب نظارته. يعني ما ده عملية اختيارية والراجل مش جاي النهاردة عنده مرض. فإذا ما كنتش أقدر أوصله للمرحلة دي فيش أي نوع من الأنواع هيناسبه أقول له لا نظارتك أفضل من أي نوع من أنواع التصحيح. أنا عايز أفهم أكتر في فأنا زراعة العدسات لأن إحنا يعني ما بنتكلمش فيها خالص. ولأن هي دلوقتي فيلد مهم جدا جدا في ظل خوف الرعب من العدسات اللاصقة اللي احنا برضه هنتكلم عنها وفي ظل كمان انه النظارات ما بقتش موضة. يعني يمكن في الستينات كان كل الشعب بيلبس نظارات هو ما كانش ساعتها في ليزك اساسا كان كل عدسات يعني كان مرعبة ساعتها بالظبط يعني كان مرعبة. استاذ فؤاد المهندس انا عمري ما شفته من غير نظارات مظبوط استاذ عبد المنعم مدبولي لا ده هو نص ادواره كان ان النضاره تقع ويدار عليها ومش يعني كانت الحته دي بالنسبه له لاند مارك يعني طبعا يعني وناس ثانيه كتير يعني يعني يمكن من الناس اللي برضه يعني تغلبوا على نضارتهم وهنعرف برضه استاذ سمير غانم الفنان الكوميديان سمير غانم كان نضارته اكيد بيلبس عصفور فاسق او معرفش زرع عدسات زرع عدسات ده قصه ثانيه هو احنا عايزين نقول للناس حاجه معلومه مهمه جدا ان ربنا خلقنا كلنا عينينا جواها في عدسه يعني من تركيب العين في عدسه العدسه دي لما بتبوظ دي الميه البيضاء فلما بتيجي تقول لواحد عامل لك عمليه ميه بيضاء ازرع عدسه يقول لك لا مش عايز ازرع عدسه انا اشيل الميه البيضاء بس ما ينفعش لازم العين ترجع لتركيبتها الاصليه اللي هو نشيل عدسه العين في الميه البيضاء ونحط عدسه مكانها طيب نوع تاني من الناس جاي عنده قصر نظر شديد جدا وسنه معدي ال 41 42 يعني خلاص ما بقاش محتاج للعدسه الرباني عشان يقرا بيها هيلبس نظاره قراءه ده بنشيل له العدسه الاصليه بتاعه العين وبنحط له عدسه مكانها يقول لك لا هيحصل لي انفصال شبكي ما فيش حاجه اسمها كده حضرتك هو لازم انا ابص على الشبكيه كويس ابص على جسم الزجاجي كويس جدا اتاكد ان الجسم الزجاجي ده خلاص انفصل عن الشبكيه وكل واحد في حاله لان انا لما بشيل العدسه الرباني العدسه دي سمكها 3 مللي يا دكتور جوه العين سمكها 3 مللي العدسه اللي انا بحطها سمكها نص مللي فبيحصل فرق في السمك تقريبا 2.5 مللي ده بوتنشال سبيس يعني سبيس تخيلي فكده في فراغ جوه العين حصل بيتحرك فيه الجسم الزجاجي لو الجسم الزجاجي لقى المساحه 2.5 مللي دي مساحه كبيره لان العين كلها اصلا 22 مللي ونص ف 2.5 مللي ده رقم يوصل 10% من مساحه العين فاذا كان في مساحه 10% اتحرك فيها الجسم الزجاجي وهو ماسك في شبكيه ده فعلا يعرضه لخطوره ان الشبكيه بتاعته تنفصل فلازم انا اتاكد قبل العمليه ان الجسم الزجاجي بعيد عن الشبكيه يبقى الانسان ده ينفع له زرع عدسه بديله مفيش حاجه اسمها كل الناس ينفع لها زرع عدسه بديله لا لازم اتاكد ان الجسم الزجاجي في مكان والشبكيه في مكان والعدسه البديله هتبقى في مكان فالعيان ده في امان تام زي ما قلنا امان رؤيه اوضح من نظارته ونظره يكون ثابت. الشبكية يا جماعة بصوا الشبكية ورا الجسم المائي كده الفيترس. حلو الجسم الزجاجي. مظبوط. لو الحتة اللي قدام الجسم الزجاجي دي الحتة دي شلنا فيها عدسة وركبنا عدسة جديدة هيفرق المقاسات 2 مللي ونص صح كده؟ مظبوط. هيبقى الجسم الزجاجي سهل انه يتحرك كده. أهو حركتي أنا. هيبقى فيها حركة. ال 2 مللي ونص دول هيبقى فيه لأ لأ في طب ال 2.5 لو أنا الجسم الزجاجي ملتصق بالشبكية هتشد الشبكية معاه هنا ممكن يحصل انفصال طول النهار بقى طول النهار في حرق في لكن لو مش منفصل لو منفصل تماما بالظبط واخد بالك لو منفصل خلاص ما بيعملش اي مشكل خالص ما بيعملش اي تراكشن ما بيعملش اي شد خلص. على الشبكيه طب ما نفصله نفصل الجسم الزجاجي عن الشبكيه دي عمليه بقى يعني طب انا ليه هعرض العيان عشان يصلح نظره اعرضه العمليه اشيل له فيها الجسم الزجاجي بس ممكن ممكن بس انا طب انا ممكن استعمله نوع تاني من العدسات ملوش علاقه خالص بحجم العدسه الرباني اسيبها في مكانها واحط له عدسه معاك فوقيها فوقيها بقى او ان انا قبل ما اشيل العدسه الرباني بثبت الشبكيه بحيث ان مهما الفيترس اتحرك او الجسم الزجاجي اتحرك ما يشدش على الشبكيه لانها تقود بليزر فبنعمل لها ليزر اسمه ليزر ارجون بنقوي بيه اطراف الشبكيه مهما اتحرك الجسم الزجاجي ما خلاص في قدامه حيطه ما يقدرش يشد فيها بدل ما يكون قدامه ورقه ضعيفه اللي هي الشبكيه بقت قدامه حيطه خلاص يتحرك الجسم الزجاجي يتحرك كل عيان له تحضيره برضه انتوا شغالين حته لا لازم الدكتور يكون حريص على عينه جدا لازم يكون حريص على عينه جدا يعني حضرتك وخصوصا العيان اللي جاي يصلح نظره ده لا جميل اهم عيان وكلهم مهمين طبعا بس اهم واحد اللي يصلح نظره واحد شاب نظارته وما عندوش مشاكل ما ينفعش اغير حياته كلها احطه ما ينفعش اخلق له مشكله هو ما عندوش مشكله ما ينفعش يعني ان كان النظاره مش مشكله لا طبعا بس لازم احنا نحلها له صح لازم افكار طريقه
اختيار الطريقه المظبوطه. الدقه، طب تعال نشوف الدقه في الجزء الثاني في المتهم والجاني والبريء. جاني متهم ام بريء؟ واحد عنده ميه بيضاء عملت له حول، كويس؟ كويس. فكان القرار ان احنا نعمل له عمليه جراحيه بس عشان نعالج له ايه فيهم؟ الميه البيضاء ولا الحول؟ لا لا ده اكيد راح لدكتور عظام اكيد، ده الدكتور عيون خالص. مع احترامنا لا، هو اكيد ما راحش لدكتور خالص يعني، ده تخصص تاني يعني، هو كده تخصص راح للحج. لا طبعا، هو حضرتك لو في نوع من انواع الحول اللي هو كنا بنقول عليه زمان الليتنت سكويند، اللي هو حول موجود وما بيبانش غير لما يكون في حاجه تبينه. ففي ناس لما بيجي لها ميه بيضاء تلاقيهم حوله. في ناس يبقى عندها طول عمرها حول مش باين خالص خالص، وطول عمره باصص لك عادي وكله تمام، بس عنده حول مستخبي. ساعات ما تيجي الميه البيضاء او حاجه تسبب ضعف في العين او تخبط في العين او اي حاجه، تلاقي العين دي حولت فجاه كده. فما يروحش يعالج بقى الحول، هو الحول ده عرض من اعراض ان في عنده النظر ضعف، فساعتها نعالج الميه البيضاء طبعا. طبعا مش هنعالج الحول على الحول ليه؟ ده عرض. طيب واحد عنده حول برضه رافض يعمل عمليه جراحيه لانه معتقد ان عمليه جراحيه تؤدي الى شلل في العين. عمليه جراحيه للحول تؤدي الى شلل في العين؟ لا، هو حضرتك العمليات الجراحيه في الحول دورها قل كتير، لان حصل عليها كلام كتير انها بيحصل حول مرتجع، لان في كتير من الناس بيمارسوا عمليات الجراحيه للحول بدون يعني خلفيه قويه عنها، فطبعا ما بيقيس زاويه الحول مظبوط، بيقدر الحول زياده عن اللازم او بيقدره اقل من اللازم، فبيطلع الطفل بعد العمليه يا اما عنده حول زي ما هو، يا اما عنده حول من نوع تاني، يا اما عنده مشكله في الجفن بتاع العين، جفن سقط. فالناس تربط الموضوع ان العمليه هي الوحشه، مش هو اتجاه مش مظبوط او القرار ما كانش مظبوط قبل العمليه. فمفيش حاجه اسمها خوف من الجراحه، مفيش حاجه اسمها ان الجراحه هي الاساس، لا طبعا. من يرفض زراعه عدسه لطفل يعاني من ضعف النظر، ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ والله حضرتك يعني في ظل التطور اللي احنا فيه النهارده للليزر، وفي ظل التطور للعدسات، وفي ظل التطور للعلم والتكنيك وحرفه الدكاتره والتخصص، يعتبر جاني. لان انا النهارده لما يجي لي طفل عنده عين مثلا ماينس 20 وعين ثانيه بيشوف بيها 6-6، طب هيحصل فيها كسل اكيد. حضرتك وتخيل بقى يجي الدكتور يقول له حط هنا عدسه لاصقه وغطي العين الثانيه 6 ساعات كل يوم، حضرتك ده منتهى الاجرام يعني، منتهى الاجرام. العين دي هتروح المخ هينساها. تخيل حضرتك مخ بيجي له صوره قد كده مصغره من ماينس 20 وصوره ثانيه شفافه وواضحه وصريحه من العين بتشوف 6-6، المخ هيختار دي طبعا، والمخ هيتجاهل دي تمام مهما عملت. لازم يتزرع عدسه في العين دي. ما ينفعش يجي لي طفل عنده عين فيها طول نظر لابس نظاره بلس 15 مثلا، نظاره قد كده تلاقي مع وراه في وشه مع وراه ورا ودانه، وفي القرايه مش عارف يقرا، واقول ما اقدرش اعمل له زرع عدسات غير لما يوصل لل 18. عمره ما هيغير لغايه ال 18، بالعكس اللي هيحصل ان عينه هتكسل وجوده عينه هتقل وكفاءتها هتقل. هي عند ال 18 يعمل زرع عدسه الاستفاده 20%، طب اعملها له وهو صغير يستفيد 100% ويمارس حياته ويشوف مذاكرته ويتفوق، احسن ما اسيبه لل 18 يعني. هو دي في قاعده، ولكن لكل قاعده في استثناء، هو ده دور الدكتور الحكيم. عايز اروح للجزء الثالث مليء بالنقاط الهامه في الوهم والشك واليقين. غطاء العين وهم ولا شك ولا يقين؟ بلاش انا بلاش انا الطفل الكورسان ده الطفل الكورسان. انتوا منقسمين يعني، في راي بيقول انه خطا العين انت ماشي، وفي راي بيقول لا انت بتقول لا. انا اقول لحضرتك حاجه بس عشان ايه يعني، مفيش حاجه اسمها ومفيش حاجه اسمها لا في الطب. هو في الطب حاجه اسمها ليه بنعملها ليه؟ في حضرتك بيجي لك ساعات طفل عنده عين بيشوف بيها كويس جدا والعين الثانيه ما بيشوفش بيها كويس، خلاص كده دور على سبب ما تلاقيش سبب. الحته دي مهمه يا دكتور ايمن، معلش احنا بناكد عليها، ندور على سبب ما تلاقيش سبب. العين دي كسلانه نظرها، تعمل له مقاس نظر ما تلاقيش فيها ضعف نظر، تعمل له فحص قاع عين ما تلاقيش مشكله في الشبكيه، تعمل له فحص عصب ما تلاقيش مشكله في العصب، تعمل فحص قرنيه تلاقيها سليم، انما العين دي ما بتشوفش زي دي، سبحان الله ايه السبب ما انتش عارف. ده اسمه كسل العين، اللي هو مرض بيتشخص باستبعاد جميع الامراض. ده كويس كده في الاخر، كويس كده. ده اسمه ايه؟ امبليوبيا، كسل عين. العين دي سبحان الله دي بيشوف بيها 6-6 ودي ما بيشوفش بيها، نعمل ايه؟ نقوم مغطيين له العين ال 6-6 عشان يشوف بدي، ده كان زمان بقى، نغطي له دي عشان يشوف بدي.
يغطي له ده عشان يشوف. يعني انا بقول للمخ ان في عين هنا انت مش واخد بالك منها، خد بالك منها. ولا عمل اي مفعول مع اي حد، يعني ما شفناش حد على وجه الارض. وبيدخل عياده عندي حضرتك الاب والام ومعاهم الطفل عنده كسل في العين، واقعد احكي لهم عن الكسل ان الغطا مش هيجيب نتيجه. الاب يقول لي انا طول عمري كنت بغطي عيني ولغايه النهارده ما استفدتش حاجه، وعندي كسل زي ما انا، ولا الغطا عمل لي حاجه عشان كده. ما قالوا لي غطي عين ابنك، قلت لهم ولا هيستفيد حاجه، هيبقى زيي ان الكسل وراثي. فالكسل ما ينفعش يبقى واحد عنده عين ضعيفه واقول دي كسلانه فغطي له العين القويه. لا، حضرتك لو العين ضعيفه نصلح الضعف اللي في العين. لو العين دي فيها ميه زرقاء نصلح الضعف اللي في العين بتاع الميه الزرقاء. لو العين دي فيها جمهور في العصب نشوف له حل. لو العين دي فيها ميه بيضاء يبقى نشيل الميه البيضاء. ما ينفعش يبقى عنده مثلا انفصال شبكي واقول اصل العين كسلانه طب غطي الثانيه، هيشوف ازاي حضرتك؟ في مرض. فالكسل ده بيتشخص بعد استبعاد جميع الامراض. مفيش حاجة اسمها يا جماعة ان واحد نظره ضعيف. طب افرض ان يلبس نظارة ونغطي العين ومفيش الكلام ده حضرتك. طب افرض انه مفيش انفصال شبكية، مفيش مية بيضاء، مفيش ضعف نظر وامبلو وكسلانة العين. والله حضرتك البروتوكول اللي موجود دلوقتي الانترناشونال ان ده بيعمل غطا للعين ساعتين كل يوم لمدة 15 يوم. بس. جابوا نتيجة؟ اهلا وسهلا. ما جابش نتيجة ملوش عليه. يعني ده حاجه من عند الله، مولود بعين ما بيشوفش بيها ومش عارف لها سبب، وجربنا نغطيه الثانيه ما شافش. ده البروتوكول الموجود، ده الموجود دلوقتي حضرتك. يعني ده البروتوكول الامريكان اللي موجود، غطى ساعتين كل يوم لمده 15 يوم كانه كورس مضاد حيوي. هو ده حضرتك اللي بتعمل دلوقتي، ما بيتكررش تاني خلاص بقى. لان انا لو فضلت اغطي في العين القويه هتكسل حضرتك العين القويه، لان انت هتخلي المخ ينسى دي، هتقول له فكر في دي فكر في دي فكر في دي، هينسى دي. فالغطا في العين القويه هيعمل لها ضغط عين عالي، هيعمل لها ضعف، هيعمل كسل فيها، هيعمل فيها مصايب. فانا مش هبص على دي واسيب دي خلاص. جميل الكلام اللي انت واضح ده، كلام واضح. وانا نفسي اجمع كل الناس اللي بيتخانقوا على حكايه غطا العين ده ويقعدوا مع بعض بس قعده حلوه كده. مفيش خناقه، هي بقى واضح ان مفيش خناقه، هي كل واحد بس بيدافع على الحته. يعني ما انت قلت ممكن، بس في بروتوكول اتنين ساعتين في اليوم 15 يوم مظبوط في الامبلوبيا اللي مالهاش سبب. هو ده تعريف الامبلوبيا في الكتاب. بدون سبب مزاوله الكورس. كده بيدور على اسباب مش لاقي اسباب، زي الصداع النصفي. الصداع النصفي بيدور على سبب ما بيلاقوش سبب، بيبقى اسمه ايه؟ صداع نصفي. مجري. ما فيش واحد عنده صداع نصفي عشان عنده ورم في المخ، لا مفيش حاجه اسمها كده. او عنده جلطه في المخ، لا. او عنده مثلا انسداد في شريان او ارتفاع في ضغط العين، مفيش حاجه اسمها كده. لازم استبعد كل الاسباب. ماشي حلو قوي الكلام الجميل ده. طيب درجه الشد او الارخاء بتلعب دور كبير، هي اللي بتلعب في درجه الحول في العضله صح؟ هو الحول قرار، الحول قرار. يعني انا لازم اعرف العيان ده عنده انهي نوع من الحول، وعنده الحول ده بدرجه قد ايه، والدرجه دي اذا كان حول راسي ولا افقي، واعرف الدرجه دي تتصلح قد ايه عشان اقدر اجيب له العين في السنتر، والعين دي بعد كده تتحرك يمين وشمال وفوق وتحت طبيعي. مفيش حاجه اسمها ان انا ايه هشيل تقريبا 2 مللي من هنا على 3 مللي من هنا والعين دي هتتصلح، مفيش حاجه اسمها. لا هو مش بالويم يعني. في اجهزه بتقيس وفي درجات بتقيس وفي خبره الدكتور عارف، وعارف العضله دي قوتها قد ايه، العضله دي ضعيفه، العضله دي هتستحمل، العضله دي هتشد، العضله دي هترخي، لحد ما يوزن العينين. ان كل عين فيها 6 عضلات، هنا 6 وهنا 6، لازم يشتغلوا في تناغم ال 12 عضله مع بعض. ما ينفعش شد عضله جامد فالباقيين يتلخبطوا كلهم. ممكن الحول يتعالج بتمارين. يعني ذكريات، ده كان ذكريات سمعنا يعني في الورق الاصفر، الكتاب الورق الاصفر ده ما شفناش حاجه كده خالص. كان في زمان اجهزه اسمها ساينوبت فور، وكان يحط قدام عين عصفوره وعين الثانيه يحط قدام قفص ويقعد يقرب الصورتين لحد ما العصفوره تخش في القفص، وكان كلام وهم زمان كده. ولكن ما يعني ما عليكش حد، يعني زي ما يقول لك امسك قلم وهاته كده عشان العين تدخل لجوه بدل ما هي محول لبره. ما شفناش ما يعني كانت قله حيله زمان، يعني كانت زمان قله حيله، انما دلوقتي احنا خلاص الكلام ده انقرض يعني. قصر النظر من العيوب المنتشره التي تساعد او تلعب دور كبير، اولا في وجود حول، ثانيا طبعا في عدم القدره على التعامل مع الاشياء، ما يقدرش يشوف الحاجه الا لما تقرب. قصر النظر ده يعني من المتهمين الاوائل النجوم في عالم الرمد يعني. قصر النظر يعمل حول داخلي في الاطفال، يعني خلي العين تخش لجوه، ويعمل حول في الكبار الخارجي لما العين يحصل فيها كسل العين تطلع لبره، بيخليه طبعا مش قادر يركز بالعين الضعيفه، وخصوصا لو كان في فرق كبير، يعني العين دي ماينس 10 ودي ماينس 5، ما ينفعش حاجه اسمها كده في نظارات، مفيش حاجه اسمها العين دي ماينس 12 ودي ماينس 2 ولابس نظاره، مفيش حاجه اسمها كده. المخ ما استوعبش فرق بين العينين اكتر من 3 ل 4 درجات. اكتر من كده هيبدا يشوف واحده ويتجاهل واحده. مفيش حاجه اسمها نظاره كده، انما لبسه نظاره ماينس 12 وماينس 2 واقول له غطي الماينس 2 6 ساعات كل يوم عشان دي تشتغل، مفيش حاجه كده في الطب يعني.
العلاج ده مش موجود في ضغط العين بس. يعني عياده الاطفال مش هتتحول لعياده ضغط عين ونضاره وتمارين، مفيش حاجه يعني. مش ممكن يكون ده طب الاطفال اتحصر في الثلاثه دول والعمليات احيانا وتنجح احيانا. يعني الكلام ده كده حضرتك احنا كده بنتكلم في خيال علمي مش موجود. زراعه العدسات اصبحت الوسيله المثلى لتصحيح ضعف الابصار. زراعة العدسات من الطرق الممتازة جدا والمثالية جدا 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 إذا استبعدنا الليزك أو استبعدنا كل الطرق الممكنة اللي ممكن تنفع عن طريق سطح القرنية. يعني إحنا لما بنفكر بالترتيب بالأولويات، يعني بنفكر على القرنية إذا كنا نقدر نعمل عن طريق فلاب في القرنية اللي هو الليزك أو الفيمتو ليزك أو الفيمتو سمايل يعني، أو نقدر عن طريق سطح القرنية إذا كانت المقاسات بسيطة مش قادرين القرنية ما تستحملش أو فيها حاجة تمنع، هنبدأ ندخل للمرحلة اللي بعدها زراعة العدسات. لكن زراعة العدسات زي ما بنقول عدد لا حصر له من العدسات وبيتحط في أماكن مختلفة جدا من العين بطرق مختلفة جدا، مين ينفع له إيه؟ ده أهم حاجة. زراعة العدسات تخدير موضعي وهم ولا شك ولا ده يعني يقين، وممكن كمان يكون بتخدير سطحي كمان مش موضعي. يعني ممكن احنا بنحط قطرة وجل للعين والعين بيبقى هادي ومسترخي ومن غير أي حقن بينج خالص يعني. لازم يبطل تدخين لهي زراعة عدسات. لا ما قلناش كده خالص يعني. ما لا لازم ما قلناش كده. لا ايوه لازم يبطل تدخين العدس العدس لان الطبيعي بتاع السيجاره هيدخل على العدسه في الاول هيشبر عليها. لا العدسه لا هيدخل في اول العمليه اول يومين ثلاثه يدخل عيني يوجعه، ولكن بعد كده لا هيشبر على العدسه. لا 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 ما خلينا نقولها. لا ده الكذبه اللي هناخد عليها سواد. حلوه يبطل. يبطل يا عم تدخين. بطل عشان الشبكيه. لازم يبطل عشان الشبكيه دي صح. يبطل عشان الشبكيه ماشي. طب من غير زراعه العدسات بقى ما يبطل عشان الشبكيه عموما وخلاص. ما نربطهاش بالعدسات يعني مش مرتبطه بالعدسات. العدسات الداخل العين. نحن بنتكلم عن زراعه العدسات داخل العين. ما تتاثرش بالتدخين. العدسه نفسها ما تتاثرش بالتدخين. تمام. انت بتنورني وبتشرفني وبسعد بهذا اللقاء الممتع جدا معك. واسم اكاديمي شارح اكاديمي متميز للغايه، وبنتكلم في قضايا طبيه شديده الاهميه، والجميل ان انت بتنقي الحتت اللي فعلا عايزه نحط عليها سبوت. يعني احنا يعني يمكن احنا من اول ما بدانا انت ما بتقولش المعلومات الواضحه للناس. يعني انت عارف ايه المعلومات الواضحه للناس خلاص انتوا عارفين كده بكمل مصر. زي بالظبط انت دخلت مثلا كانك بتشرح محاضره للطلبه بتوعك اللي اوريدي مذاكرين يعني عارفين يعني ايه بقى عيون يعني. فانت جاي لهم في نص انت بتدي محاضرتك في نص سنه ولا ايه؟ مظبوط. يعني ما بتجيش زي هنا كده تقول لهم بسم الله الرحمن الرحيم القلب اهو الف ب لسه يعني. لا وبرده في حته مهمه قوي يا دكتور ايمن عشان دايما الناس تمسك فيها، وخصوصا بعض الدكاتره اللي ما عندوش ممارسه كبيره يقول لك البروتوكول بتاع الكسل بيقول كذا. حضرتك عارف يعني ايه بروتوكول؟ يعني البروتوكول ده بيحطوا مجموعه من الناس بعد ما عملوا ابحاث كتيره جدا ولقوا ان الطريقه دي مفيده. مفيش مانع ان السنه اللي بعدها في المؤتمر اللي بعده البروتوكول يتعدل. مش معنى السنه اللي بعدها البروتوكول يتلغي ويتحط غيره. يعني مش بروتوكول يعني صدق الله العظيم. لا بروتوكول يعني كانت طريقه من الطرق المستخدمه اللي اثبتت نجاح في بعض الحالات. طب في طريقه النهارده احدث اثبتت نجاح في عدد اكبر من الحالات، ليه ما احطش العيان بتاعي في الحته الاحسن؟ في بكره بروتوكول احدث بجهاز احدث احط العيان بتاعي في الحته دي؟ ليه افضل انا على القديم اللي ثبت نجاحه في نجاح محدود جدا واحتمال واحتمال لا؟ إذا سنذهب لنفهم أكثر في حلقات قادمة إن شاء الله. ضيفي العزيز الأستاذ الدكتور محمد لاشين كان في الناس الحلوة، خليكم معنا. الضعف الجنسي مشكلته إنه مرض فيه شريك بيشوفه، زوجة تحققها، والراجل عنده ضعف جنسي زوجته معاه في الحالة دي غير أي مرض تاني. مفيش حاجة اسمها عجز جنسي، اسمه ضعف في الانتصاب. هذه الحالة المرضية تدارى ولا نواجهها وجها لوجه؟ هرمون الذكورة مش زي بقية الهرمونات ثابت في الدم، لازم الواحد يكون عنده انتصاب كويس عشان يوصل حياته المنوية لغاية الرحم عشان يخلف. عملية الانتصاب تعتمد على وجود جهاز عصبي في الأساس لازم يكون سليم. ثلاث حاجات تبقى كويسة: الأعصاب، الشريان اللي بيعمل انتصاب، الأوردة، والمفروض ان هي ما تسربش دم اكتر من 3 سم كل دقيقة. انا خلعت سنة من حوالي 4-5 سنين، سناني كرت
كرر. لفظه سناني كرر، السنان تاثر على شكل الانسان بطريقه مش طبيعيه. انت حضرتك خلع الضرس ولا جاي تزرع عشان ايه؟ لا ضرس وقع لوحده. وقع لوحده ونط يعني. ماشي. طيب دكتور حضرتك انا لما جيت زرعت في ساعه، حضرتك لما جيت زرعنا لك في ساعه، زرعناك ليه في ساعه؟ حضرتك جاي من غير عض. انا عايز ازرع. عايز تزرع ايه؟ ازرع سن. لا كده انت مش عايز تزرع سن. لا انا عايز ازرع. لو عايز من غير اشعه مقطعيه هتزرع حاجه تاني. تزرع في الحقل. احنا اكتر ناس بتستهون بالضربه على الدماغ او بخبط الدماغ في اي حاجه. وعلى فكره احنا بنتخبط كل يوم، كلنا بنتخبط. اشي قمت مره واحده دماغك خبطت في حاجه، بتركب الاتوبيس دماغك خبطت في السور بتاع الاتوبيس دوت ولا العمود بتاع الاتوبيس. في ناس في طبعا في خروجه فسحه في بتاع اتهور دماغه خبطت في اي حاجه حواليه. احنا بنخبط دماغنا. المشكله ان في غده حساسه قوي لخبطات الدماغ، هي الغده النخاميه. ولما بتتخبط دماغك بشكل متكرر ممكن جدا هرمون عندك يقل، اسمه الهرمون المانع للتبول، انتي دايريتك هرمون. ودول لما بتخبط دماغهم الناس ديت وتطنش خبطه بسيطه جدا في الدماغ، يلاقي نفسه بعد فتره مش قادر يتحكم في البول، كل شويه عايز يروح الحمام، كل شويه عايز يروح الحمام. ودول طبعا بيحسوا بالعطش بعد شويه لانه بيحصل لهم جفاف، فتلاقيه كمان عايز يشرب ميه. الحاله المرضيه دي سببها حاجه تافهه جدا اسمها خبطه الدماغ. خبطه الدماغ مش حاجه سهله، هي من اشهر الاسباب لمرض في الطب اسمه دايابيتس انسيبيدس او مرض التبول المتكرر. ساعتها لازم نكشف على المريض ده ونكتشف ايه السبب ونعالجه بشكل سريع جدا. الضعف الجنسي مشكلته انه مرض فيه شريك بيشوفه، زوجه تحققها. الراجل عنده ضعف جنسي، زوجته معاه في الحاله دي غير اي مرض تاني. مفيش حاجه اسمها عجز جنسي، اسمه ضعف في الانتصاب. هذه الحاله المرضيه تدارى ولا نواجهها وجها لوجه؟ هرمون الذكوره مش زي بقيه الهرمونات ثابت في الدم، لازم الواحد يكون عنده انتصاب كويس عشان يوصل حياته المنويه لغايه الرحم عشان يخلف. عمليه الانتصاب تعتمد على وجود جهاز عصبي في الاساس لازم يكون سليم. ثلاث حاجات تبقى كويسه: الاعصاب، الشريان اللي بيعمل انتصاب، الاورده، والمفروض ان هي ما تسربش دم اكتر من 3 سم كل دقيقه. بمعدل قد ايه بتشوف حد تبقى عارف ان هو عامل تجميل؟ كتير جدا. لو عايزك توصف لي تفاصيل هذا الكفاح المسلح. لا انا طبيب في الاساس، طبيب مهمته يعالج. بس كمان ثقافتك في الاسنان، لا احنا قدامنا سنين. اي وصفه بعيد عن طبيب الاسنان في الاخر مصيرها تدمير الاسنان. الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كليه طب الفم والاسنان جامعه القاهره، تخصص في مجال تجميل الاسنان، عضو الجمعيه الامريكيه لتجميل الاسنان، عضو الكونجرس العالمي لزراعه الاسنان جامعه نيويورك، احد مطوري حشوات الاسنان التجميليه. الكلمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في عالم الأسنان الدكتور نور الدين مصطفى ضيف العزيز. أهلا بيك دكتور. أهلا بيك يا دكتور. في مصر البلد الوحيدة اللي تقدر وانت ماشي تشوف بيت مسنود على شوية خشب كده ويقول لك ده احنا كده عاملين تنكيس للبيت ومنكسينه. وفي مصر البلد الوحيده اللي ممكن حد يكون سنانه محتاجه زراعه ويبدا يفكر معاك في 500,000 حل غير الزراعه. غير الزراعه. ويقول لك ده نكس لي البيت، نكس لي البيت لكن ما تزرعليش. من ضمنها حلول بقى منطقيه او قديمه او ممكن تضره في وسط ان الزراعه تقدمت، فانا عايزك تحكي لي
الحته دي، الحته دي انت اللي الهمتني فيها. احنا كنا قاعدين بنتكلم مع حاله لازم لها زراعه، انت قلت له حاجه فالهمني فكره. دخلنا في قصه تاني خالص. بالظبط. المهم ما نخش في الزراعه. اه. طيب احنا الاول لازم نعرف ان الزراعه دي اهم واحدث واحسن طريقه اقدر اعوض بيها سنه مفقوده او هفقدها. يعني مش زي ما كل الناس فاكره ان التركيبات الثابته هي الطريقه الامثل لتعويض الاسنان، او ان انا اخلع سناني واسيبها مش مشكله، ما انا باكل على الجنب التاني، كل ده مش صح. ده تنكيس. انا عايزك تبقى عندك جنب خلعت منه درس وبدات تنقل الاكل على الجنب التاني، مبدئيا كده حضرتك بتعمل اوفرلود او حمل زائد على جنب، وما بتستعملش التاني، الاثنين في النهايه هيحصل لهم مشكله وهتتدمر الاسنان في الجنبين. فطب الاسنان من اكتر الفروع في الطب اللي بتبقى سابقه دايما في الـ في الـ في العلم. فاول ناس فكرت في استعاضه جزء مفقود عن الاسنان بالزراعه بتعوض لي السنه الاصليه بنسبه 99%. وده المهم، ان انا لما السنه لا قدر الله افقدها ومحتاج اعوضها، انا محتاج اعوضها بطريقه تخليني اعتمد على المكان اللي انا عوضته ده اعتماد كامل شكلا ووظيفة. لان لو عوضتها بشكل مش كامل 100% مش هقدر، هيبقى عندي عدم اتزان، هبقى برضو عندي جنب بعتمد عليه وجنب ما بعتمدش عليه قوي او بسند عليه بس، ففي الحالة دي هفقد الجنبين برضو. فطب الاسنان من الخمسينات بدأ يفكر كويس. هو طبعا الموضوع تاريخه اقدم من كده بكتير، فكرة زراعة الاسنان، لكن انا بتكلم في العهد الحديث في 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 الفتره القريبه من الخمسينات بدا يحصل تطور غير عادي، ان تم اكتشاف ان في ماده اسمها التيتانيوم. التيتانيوم دوت الجسم بيفكره عظم، العظم بيفكره عظم، فلما بنحط جزء من التيتانيوم في العظم يبدا العظم الخليه بتاعته تتوهم ان هي عظم تقوم داخله بيتة فيها وبتعمل حاجة اسمها أنكيلوزس، أو يعني الترسب للعظم، خلايا العظم بتترسب في الإيه؟ في الزرعات بتاعتنا. فبالتالي أنا قدرت أعوض الجدر، وده الجزء المهم، إن إحنا عندنا السنة نبقى فاهمين إنها عبارة عن جزئين، جزء الجدر اللي جوه العظم وجزء الكراون أو جزء الخارجي. طيب إحنا اللي ماسك السنة هو الجدر اللي جوه العظم. طيب لو أنا قدرت ونجحت ان انا الجدر اللي اتخلع ده اعوض مكانه جدر تاني واحطه جوه العظم، والعظم يمسك فيه بقوه زي ما كان ماسك في السنه الطبيعيه، يبقى انا هنا نجحت ان انا اعوض السنه الطبيعيه بشكل طبيعي. وده الحمد لله التطور اللي وصلنا له من الخمسينات لغايه اول امبارح، مع الخطوات الكتير، القفزات الكتير اللي استعملنا فيها التكنولوجيا في الفتره دي. انتوا عارفين مقدمه اي شيء اسمه الواجهه، يعني اي محل له واجهه، صح الكلام، اي بيت له واجهه. احنا بتوع الواجهات، احنا طالما اسنانك اللي شويه اللي قدامين دول كويسين، حتى لو في سنان وقعت من ورا، ولو فتحت بق اي حد فيكم دلوقتي وصورته بالكاميرا ووثقت ده كجريمه يعاقب عليها القانون، اعتقد ان في ناس هتاخد اعدام فيكم، انا عارف. فالواجهه احنا ملوك الاعتماد على ان الواجهه كويسه، طالما اسنانك من قدام كويسه خلاص اللي ورا دول يعني عادي. في علم الغيب ماذا يحدث عندما تفقد سنة؟ ماذا يحدث؟ قول له. الموضوع ده مهم جدا بالذات للفيميلز او للبنات والستات. احنا الاول لازم نبقى فاهمين ان احنا الجلد الوجه عندنا هو مشدود بالعظم بشكل الجمجمه بتاعتنا. طيب لو بدا شكل الجمجمه بتاعتي تتغير، تمام، اول ما الشكل عند الجمجمه يتغير، ده فيديو بيبين لما هنفقد سن. اول ما بيبدا عندي الجزء اللي انا شادد عليه الجلد بتاعي يقل، هيبدا يحصل عندي ترهل في شكل الوجه. يعني دايما احنا عندنا في مصر، ودي معلومه للفيميلز، تلاقي البنات والستات بيلجأوا للبلاستيك سيرجري في قريب قوي. يعني تلاقي واحده عندها 35 سنه وراح الدكتور بتشد جلد، بتشد جلد الوش، عندها 40 سنه وبتشد جلد الوش وبتعمل فيلرز، هي ما سالتش نفسها ايه اللي حصل او ليه هي احتاجت انها تعمل بلاستيك سيرجري بدري كده. اللي حصل زي ما احنا شايفين الفيديو، انا اول ما بنخلع اسنان
بيبدا العظم اللي حوالين الاسنان اللي احنا كنا اللي اتخلعت دي بيبدا يحصل له انحسار، ودي عمليه طبيعيه جدا. بص لما بيبدا يحصل له انحسار زي ما احنا شايفين، انت شايف حضرتك الفتحه بيبدا يقل، بيقل في الطول وفي العرض، فبالتالي الاسنان كمان اللي فوق ما بتلاقيش قدامها اسنان، بتبدا تنزل. تمام. النتيجه النهائيه انك هتفقد الاسنان كلها اللي حوالين الجزء اللي حضرتك فقدته، والاسنان اللي فوقيها كمان هتبدا تفقدها. ودي مقوله كده معروفه يقول لك ايه، انا يا دكتور لغايه ما كان عندي 30 سنه كانت سناني كلها زي الفل، انا خلعت سنه من حوالي 4-5 سنين سناني كرت. كرت، لفظه سناني كرت. كرت يعني ايه؟ يعني انت خلعت سنه بقالك قاعد 30 او 40 سنه او 50 سنه سنانك ما حصلهاش اي حاجه، مجرد ان انت بدات تخلع سنه وما عوضتهاش بدا يحصل السنه اللي جنبها تتقلب شويه. احنا في معلومه لازم تبقى عارفاها، ان السنان عندنا بتبقى واقفه ابرايت كده واقفه، فلما بناكل عليها الضغط بينزل، المعادله بتاعته بتتحول للعظم بالكامل، ما بيتهزش حاجه في السنه خالص. طيب لو انا خلعت سنه والسنه ديت اللي جنبها فاضي، هتبدا السنه اللي جنبها فاضي دي تميل. احنا عايزين نوقف الفيديو ده عشان نعلق عليه لوحده. طيب السنه اللي مالت بقى عندي سنه مايله، لما بنيجي ناكل عليها ايه اللي بيحصل؟ لما ناكل على السنه احنا بنحركها كده بالظبط زي العمليه اللي بنعملها اثناء عمليه خلع الاسنان. هيك لو حد راح خلع اسنان، الدكتور بيمسك الكماشه وبيحطها للفورسبس وبيفضل يحرك في السنه في اتجاهات. الحركه دي بتعمل بتوسع العظم اللي حوالين السنه، بتعملها بتعمل العظم ده يتاكل وبتلخلخ السنه. طيب لو حضرتك السنه بتاعتك مش معدوله ومايله وحضرتك بتاكل عليها، فانت عمال تعمل نفس الحركه، فالحركه دي بطيئه بس ليها تاثير على وقت. يعني هتيجي بعد 3-4 سنين هتلاقي العظم اللي حوالين السنه دي اتاكل، والسنه دي هتتخلع لان ما بقاش في عظم حواليها. ليه؟ لان حضرتك سبتها مالت ونزل عليها قوه هي مش مخلوقه عشان تتحملها. السنان اللي فوق المفروض ان هي مسنوق برضو، لما السنه اللي فوق بتلاقي تحتيها فاضي بتبدا تطول، بتبدا تنزل لتحت زي ما شفنا. لما بتنزل كده انت برضو بتعمل تعريه للجدر، لان الجدر ده كان متغطي بلسه وكان متغطي بعض، ففجاه حضرتك الجدر ده بدا يبقى مش متغطي ولا بلسه ولا بعض، فبدا يتعرض لجو هو مش مخلوق عشانه. الجدر الاسنان مش مخلوق علشان يبقى معرض في الفم عندي عادي للاكل وللشرب وللمأكولات السخنه والبارده والحمضيه. الجدر مش مخلوق عشان كده، والا كان ربنا سابه مكشوف. يعني ربنا خالق الجدر متغطي بعظم ومتغطي بلسة. فانت اي تغيير عن الوضع اللي ربنا خالق فيه الشيء هيتعرض لمشكلة، لان يعني ربنا خالق كل حاجة بقدر. فمعنى ان انا اسيبه يتغير يبقى انا بدي فرصة ان التغيير ده يعمل لي هارمفول افكت او يعمل لي تأثير سيء على الاسنان. هنا زي ما انت شايف الجذور بدأت تتكشف. الجذور لما تبدا تتكشف تبدا هنحتاج بقى نعمل علاج عصب، هنحتاج السن عمرها يبدا يقل. فمعنى كده ان انا السن اللي بتتخلع ومش بعوض مكانها بزراعه، انا بعرض كل الفم عندي لتدمير، وكل الفم عندي زي ما بنقول الاسنان هتبدا تكر زي ما الناس كلها بتيجي تقول انا اسناني يا دكتور في 5 سنين كرت. ده رصه الضمنه بالظبط، واحده وقعت واحده تجيب اللي جوه واخدهم كله بتشد الكل. طيب القصه بقى المهمه قوي بالنسبه للستات زي ما قلنا ايه؟ انا عندي زي ما قلنا ان انا الجلد عندي هو مشدود بالفك هنا اهو، تمام؟ طيب لو الفك ده اتاكل، الجلد اللي كان مشدود ده حضرتك لما تبقى شادد جلد على حاجه وترخيه ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ترهل. تمام؟ بيحصل ترهل ويقع، يحصل ترهل بالظبط كده. فتلاقي البنت او الست سنها صغير قوي ورايحه هتجري تعمل بلاستيك سيرجري وتشد وتعمل فيلرز، مع ان حضرتك اصلا انا شفت ناس عندهم 70 سنه، ستات عندهم 70 سنه مش ممكن تقول انها عندها 40 سنه. ليه؟ لان ما عندهاش سنه مخلوعه، سنان. السنان تأثر على شكل الإنسان بالطريقة مش طبيعية. أنا هجيب لك فيديو لأربعة في أمريكا استضافوهم الأربعة وكلهم بدأوا يتكلموا، محدش أعلن سنه وبدأوا يعلنوا سنهم بالتدريج، اللي عنده 70 واللي عنده 84 وكلهم يبدو عندهم مثلا ثلاثينات أو أربعينات بالكثير. يعني الأربعة اتفقوا في النهاية على أنه من ضمن أسرار صحتهم اسنانهم الكويسه بالظبط بالظبط. ومش الصحه بس،
الجود لوكينج، ما هو الجود لوكينج بالظبط اللي هيفضل دايما طول ما عظم الفك والوجه عندي صحي، طول ما انا جلدي مشدود، جلد الوجه مشدود، طول ما هو ما جلد الوجه مشدود، طول ما هو مديني اليانج ابييرنس او شكل الشباب. يعني هنا احنا هنشوف الفيديو، هنا ده شكل الكيس وهي فيها سنان، تمام؟ مجرد ان السنان بدات تتخلق وبدا العظم يتاكل، شايف التغيير اللي بيحصل؟ اه شايف التراجع. بص بص اللي هي الحركه بتاعه الفم التي تعبر عن السن بالظبط، حركه الفم. انا عايز اقول لك ان ممكن يكون الفرق بين الصورتين اقل من 5 سنين. اه مجرد ان انا الاسنان عندي هنا بدات تتخلع وما بقتش اعوضها بزراعه، وخد بالك انا باكد ان انا اعوضها بزراعه مش باي اجراء تاني. على فكره الكلام اللي انت قلته لي ده بدات احفظه في ناس، ده بيحصل مش في 5 سنين، انا عايز اقول لك انه بيحصل ساعات في شهور في حالات حسب السن وحسب هشاشه العظام. يعني في فاكتورز كتير، هنا نفس الوضع هنلاقي التغيير حصل شكل يعني هنا الفرق مش سنين، هنا الفرق سنين. بتبان في ممثلين الحكايه دي، بتبان في ممثلين. تلاقي رمضان اللي فات عمل دور، رمضان ده عمل دور تاني شكل تاني خالص، شكل تاني خالص. تمام. هنا بقى انا عايز اقول لك الفرق مش سنين، الفرق اسنان. ودي الناس تحفظها، ان الفرق عندي مش ان السنين مرت عليا، الفرق ان انا خسرت اسنان. لان ممكن السنين تعدي عليا وانا اسناني سليمه، ما يحصلش فيه ما يتغيرش التغيير ده، وممكن سنين قليله قوي تعدي عليا بس افقد فيها اسنان فيبان عليا تغيير كبير جدا. فعشان كده دايما بنقول ان شكل الوجه مش بالسنين، بالاسنان. احافظ على اسناني، او لو لا قدر الله اضطريت ان انا هفقد سنه اعوضها بالزراعه، وباكد بالزراعه. ما عنديش حل يخليني احافظ على شكل السكيلتون بتاع وشي او شكل العظم بتاع وشي غير بالزراعه بس، مفيش حاجه تاني. انا كل اسبوع هتقمص لك دور عيان. اتفضل. وفي انواع بقى من العيانين بحكم خبرتي الطبيه هقول لك ان انا مثلا النهارده هتقمص لك دور العيان المقنع اللي بيحاول يقنع الدكتور بوجهه نظره وبيتكلم باسلوب اللي هو ايه؟ شبه علمي يعني. اللي هو بقى هقول لك طب الزراعه، طب ما في تركيبات يا دكتور، في كباري، كوبري جميل، كوبري جميل، اعمل لي كوبري، كوبري جميل. ساعات بحب الكباري وبحب اقف فوق الكوبري، طب يبقى بقي فيه كوبري حلو، كوبري كوبري جميل ماشي. انت الكوبري حلو، كوبري حلو ماشي. طيب احنا الاول هنقول ايه؟ هنقول الكوبري كان حلو لغايه ما اخترعنا الزراعه. دايما الشيء بيبقى كوبري جميل. هقول لك ما دام الكوبري جميل، الكوبري كان جميل لغايه ما اخترعنا الزراعه. ليه؟ لانه كان هو احسن طريقه ممكنه لاستعاده الاسنان. تمام. حضرتك ينفع تروح تحج بالجمل النهارده؟ لا طبعا. يعني تقدر؟ لا. في ناس عندك استعداد يعني؟ لا، ما الجمل جميل. اه طبعا. تعالى اركب الجمل يلا وروح حج بالجمل. الفكره هي كان زمان مفيش عندنا، كانت انسى وسيله للمواصلات كان الجمل، فكنا بنروح نحج بالجمل. بعد كده بقى في العربيات، البواخر، اتعملت الطياره. دلوقتي حضرتك ممكن تروح في ساعتين. احمد فهمي الفنان الجميل في الفيلم بتاعه جميل قوي كان لك انا اروح الجامعه بالحصان زي الاستاذ. كان بيحاول يقلد الاستاذ احمد فهمي زي الاستاذ احمد فهمي. يعني وراح فعلا الجامعه. هو ده اللي عايز الكوبري. هو ده نفس النوعيه اللي عايز الكوبري. هي مقتنع ان هو عايز هو كان بيروح الجامعه بالحصان. تمام. طيب خلينا نتفق، ما دام حضرتك عايز الكوبري وبتحب الكوبري، حضرتك اصلا خلعت السنه ليه؟ هي اتاكلت ووقعت وماتت وربنا اتاكلت منك. السنه اتاكلت منك؟ اتاكلت. يعني انت ما عرفتش تحافظ عليها؟ لا خالص. ما عرفتش؟ لا ما عرفتش خالص. لا 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 ما بحافظش. ده كوبري. طيب ما عرفتش تحافظ على السنه. تمام. هتعرف تحافظ على الكوبري يا راجل. يعني سنه وراحت كوبري. يعني سنه وراحت ما عرفتش تحافظ عليها، هتعرف تحافظ على يعني ضيعت بوظت من ايدك السنه اللي ربنا خلقها سليمه، ربنا ادالك سليمه، مش عارف تحافظ عليها. اقوم اديك كوبري بردت لك فيه سنتين وعملنا لك الكوبري بتاعك، يعني خدنا سنه سليمه، يعني انت بتخليني بايدي اخد لك سنه سليمه ابردها، والسنه اللي بعديها كمان وانا قاصد اقول كلمه ابردها مش احضرها، لان ده برد غير لازم. ليه؟ او تحضير غير لازم، لان انت السنه السليمه اللي انا هشتغل عليها دي عشان اعمل لك كوبري اللي حضرتك بوظت السنه اصلا قبل ما نعمل الكوبري، فانا هعمل لك دلوقتي البريدج بتاعي، هنبرد السنه الاولانيه والسنه الثانيه وهنعمل حاجه الكوبري. ممكن نشوف بقى الفيديو، نشوف حاجه يا اللي بوظت
السنه اللي ربنا اداها لك هتعمل ايه في الكوبري؟ عشان دي النتيجه الحتميه. هنا زي ما شايفين اهو هنعمل ايه؟ هنبدا نحضر الاسنان، بعدنا السنه اللي قبل والسنه اللي بعد، لان كوبري كده يعني السنتين دول تاثروا تاثر كبير. طبعا طبعا شلنا منه، مش مهم بقى كده بس. المهم ان احنا لما بنعمل الكوبري بتاعنا، لو حضرتك كنت مهمل في الاساس فما قدرتش تحافظ على السنه، انك مش بتنضفها كويس ومش تعالجها كويس، فانت هنا هتبدا تخلي الكوبري ده يجمع بواقي اكل ويجمع بكتيريا، يعمل التهابات في اللثه، يعمل تاكل في العظم، والنتيجه الحتميه ان حضرتك زي ما خسرت السنه الاولانيه هتخسر سنتين كمان، وبعد يعني خلال 3 4 سنين بدل ما كانوا سنه بقوا 3. هتيجي تقول لي نعمل الكوبري، انا بحب الكوبري، قول لي انا بحب الكوبري جدا. صح بتحب الكوبري. يبقى نعمل كوبري ايه معايا الذكريات. عشان في ناس قضوا حياتهم على نص فلوس حياتهم على كوبري. دلوقتي انت بتحب الكوبري. اول حاجه لما خلعنا سنه في ناس ما بتتصورش الا على الكوبري. طب ليه؟ احنا هنا هنصورك بالكوبري. تمام. اول مرحله عملنا ايه؟ عملنا بردنا سنتين، وعشان نعوض السنه المفروض عملنا كوبري ثلاثه. طب دلوقتي انت خلعت الثلاثه، تمام، عايز نعوض الثلاثه الفاضيين دول بكوبري، هنبرد كام سنه؟ لا اربعه. اثنين كمان. اثنين كمان؟ احيانا ممكن احتاج ابرد ثلاثه كمان، اربعه كمان، حسب المساحه، الاسنان. لا حسب الاسنان اللي اتفقدت. يعني ايه؟ يعني انا ما ينفعش مثلا يبقى عندي مفقود عندي الضرس الاول الكبير والضرسين اللي قبله، ودي تقول لي ابرد لي الناب والسفن، وتبقى ده البريدج بتاعي، ما يستحملش. ما هو الكوبري ده منشاه هندسيه ليها احمال. حضرتك الحمل اللي واقع على السنتين لازم يبقى فيه عمود وعمود، لانه كوبري، ما هو الكوبري كده عباره عن عمود وعمود، وبينهم الجزء الايه اللي على الهواء. تمام. طيب ما ينفعش اخد في علم الاحمال، في علم الاحمال ان انا اخد مسافه طويله اسمها لونج سبان على عمودين ضعاف، يبقى لازم اخد تقويه، يبقى بدل ما كنت هبرد اثنين هبرد اربعه علشان يبقى عندي الكوبري سبع وحدات. تمام. طيب حضرتك ما قدرتش تحافظ على السنه وما قدرتش تحافظ على الكوبري الصغير، ادينا لك كوبري اكبر، نص فكك، سبعه ده عن نص فك، فحضرتك اكيد نفس الوضع بعد سنتين ثلاثه اربعه خمسه ايا ما كان، هتفقد نص الفك ده، مع انك انت بادئ بقد ايه؟ بادئ معانا من اربع خمس سنين بسنه واحده اتفقدت، عشان حضرتك بتحب الكوبري، حضرتك عايز تفضل تحب الكوبري لغايه ما يبقى عندك بقك كله كوبري، بعد 10 سنين من السيكونس اللي احنا فيه ده هيك هتحب حاجه ثانيه. هيك هتحب الطقم. وده المرحله اللي ليه بقى؟ لان حضرتك دلوقتي فقدت سبعه في تسعه في 11 في 14، ما بقاش عندك سنان فوق خالص احمل عليها، انتهى الموضوع، فنبدا نعمل طقم متحرك، كده ما بقاش كوبري بقى. ولا تقف على اي كوبري خالص. كده انت لابس طقم، هتقف على كوبري كامل خلاص كده. كبيرك تقف عند مقله. فده للي بيحب الكوبري وعايز يقنعنا بالكوبري، خاصة ان هو فعلا هو ما قدرش يحافظ على سنته، على سنته الوحيدة ما قدرش يحافظ عليها. هتديله فرصة تاني وتديله تالتة ورابعة في اخر يبوظ الدنيا. اكمل لك التمثيلية. جميل. اكمل لك التمثيلية. كمل لي التمثيلية. في نوع من العيانين بيجي يقول لك بقى، طبعا تلاقيه دايما اللي هو يقعد معاك، لو سمحت انا اوكي زراعة، اوكي بس انا زراعة اصل وقت، انا التوقيتات بالنسبه لي مهمه، انا مستعجل. حلو. اي كانت. عايز ايه حضرتك؟ الوقت. امور الزراعه بتاخد وقت، فانا اي كانت اعمل لي كوبري، وانا بحب الكوبري عشان وقت، لكن الزراعه هتاخد وقت. جميل. انا وقتي مش ملكي. طيب انا وقتي مش ملكي. الزراعه حضرتك الاول عايزين نقول، انت حضرتك خلع الضرس ولا جاي تزرع عشان ايه؟ لا ضرس وقع لوحده. وقع لوحده ونط يعني. ماشي. طيب قعد فتره قد ايه حضرتك تعبك الضرس ده؟ لا شهور بس انا وقت. ماشي تعبك. ماشي مش هو فضل تعبك شهور؟ طب كنت بتعرف تاكل عليه ايام ما كان تعبك؟ ما انا ما كانش عندي وقت اكل الوقت. حلو. انا معاك بقى، ما دام ما عندكش وقت تاكل حضرتك تعالى، احنا بنزرع السنه بالظبط افريج في 10 دقائق. يعني هيك هتيجي تخش الكلينيك عندنا في اسم زراعه الاسنان، وده الحمد لله واحد من اكبر اقسام زراعه الاسنان في العالم مش في الشرق الاوسط. ليه؟ لان عندنا احدث اجهزه واحدث واكبر دكاتره زراعه في العالم. تمام. فبالتالي العمليه الزراعه اللي الناس بتتكلم عليها يقول لك احنا هنزرع
يا نهار ابيض. كان زمان الناس كده، كانت الناس بالنسبه لها الزراعه دي هقعد شهور رايح جاي للدكتور. حضرتك السنه لو حضرتك لسه خالع او هتخلع لسه حالا وعندنا عظم كافي، انا بقول الشروط عشان لما اقول ان احنا بنزرع في 10 دقائق ما يجيش حد يقول لي دكتور حضرتك انا لما جيت زرعت في ساعه. حضرتك لما جيت زرعنا لك في ساعه، زرعنا لك ليه في ساعه؟ حضرتك جاي من غير عظم، حضرتك اتعمل لك عمليه زراعه عظم وبعد كده زراعه، فطبيعي تاخد ساعه. لكن زراعه الاسنان العاديه لا تتعدى في وجود الاجهزه الحديثه والاشعه ثلاثيه الابعاد لا تتعدى ال 10 دقائق. حضرتك وقتك انت حضرتك عشان تعمل كوبري باحدث جهاز هنقول اللي هو السيرك، هنعمل كوبري حاجه تيجي هنعمل نحضر السنتين هنقول في نص ساعه، وهنصور ونعمل ديزاين في نص ساعه ادي ساعه، وهنعمل ميلنج في نص ساعه ادي ساعه ونص، وهنخش يعني هنخش في افريج 3 4 ساعات عشان تستلم. تمام. طيب انا عندي هنا الزراعه كعمليه الزراعه اللي هو احط الجدر التيتانيوم في مكان السنه المفقوده لا يتعدى ال 10 دقائق اذا كان العظم مناسب ومش هيحتاج ان احنا نعمل زراعه عظم. طيب حضرتك اذا كنت مستعجل قوي تعالى عشان نزرع مش عشان نركب، حضرتك هنزرع لك. تمام. حطينا الزرع، اتفضل حضرتك ما تاكلش برضو انت مستعجل وقتك. ما تاكلش معلش بقى، استمر على الوضع اللي انت فيه ده 3 شهور. مش انت بقالك سنين ضرسك ده وجعك؟ بقالك سنين ولا بقالك قد ايه؟ اه ما هو اكيد صح؟ اه وما عندكش وقت تاكل؟ لا لا لا. كنت بتستعمل السنه دي؟ لا ما فيش سنه. ما فيش صح؟ اه لا. طيب ادينا بقى من وقت حضرتك، مش هنكلفك حاجه، خلاص حضرتك زرعت اتفضل شوف شغلك وحاجتك، بس قابلني كمان 3 شهور اعمل فيهم زي ما كنت بتعمل، اعتبر السنه دي مش موجود، وتعالى كمان 3 شهور هتقعد معانا برده نص ساعه هتركب الكراون بتاعك وهتروح. فبالتالي لو حضرتك هتقول لي الوقت، لا احنا الوقت اقل. الاهم بقى من الوقت الكواليتي. حضرتك ايفن وده مش حقيقي، حتى لو الزراعه بتكلفنا وقت اكتر، حضرتك لازم اقول لك بقى الفرق ما بين الزراعه وبين التركيبات ايه. الزرعه هي الحاجه الوحيده في بقك اللي بتبقى 100% زي السن. حضرتك كان عندك سنه مفقوده حطينا زرعه بتاكل عليها بنفس الاحساس والشعور اللي بتحسه تجاه السنه اللي ربنا خالقها، بتنظفها بنفس الطريقه اللي بتنظف بيها الاسنان الطبيعيه، بتستعمل فلوسنج عادي جدا. تاني حاجه انا ما ضرتش، انا عملت اد، اي حاجه بنعمل فيها اد او اضافه لو لا قدر الله حصل اي حاجه للزرعه احنا ما اثرناش على اي حاجه في الاسنان التانيه، اسناننا التانيه طبيعيه ولا الاسنان التانيه تاثر علينا. احنا في التركيبات الثابته لو اي سنه من البريدج او من الكوبري اللي احنا مركبينه حصل لها مشكله، حضرتك فقط الخطه العلاجيه اللي عملتها بالكامل ماديا وفانكشن وشكلا، يعني هتعيد التركيبه دي بفلوس تاني خالص، والوظيفه اللي كانت بتعملها التركيبه انتهت وشكل التركيبه انتهت. حضرتك في الزراعه مش كده، حضرتك في الزراعه كسبت الزرع هتعمل لك ايه، لو لا قدر الله حصل لها حاجه انت هتخسر الجزء ده بس، السنان اللي حواليها سليمه والسنان اللي حواليها لو باظت مش هتاثرك على الزراعه. طيب عين تاني واحد ده اه واحد ماشي يا باشا، انا عايز ازرع. اتفضل. انا مقتنع بس انا عايز ازرع بس، ما تقوليش بقى يا باشا بقى معلش انا اسف يعني، ما تقوليش بقى اشعه مقطعيه وفلوس واشعه مقطعيه ويعني معلش يا باشا. انا عايز ازرع. عايز تزرع ايه؟ ازرع سنه. لا كده انت مش عايز تزرع سنه. لا انا عايز ازرع لو عايز من غير اشعه مقطعيه هتزرع حاجه تاني تزرع في الحقل لا ما هو ده برضه الكونسيبت. لا في ناس بخله. بخل. تمام. بقى بخيل ده اللي انا مسكت لك ده الكاركتر اللي هو مش عايز يصور علشان خاطر هو جاي مش انت هتزرع لي، انا عايز زراعه. حلو. طيب انا دلوقتي عشان زي بالظبط اللي جاي يكشف عندي انا واقول له تحليل يقول لي لا انا عايز اكشف مش عايز تحليل. لا اكشف بس ما تديش دواء. لا هيديني دواء بس مش عايز تحليل. ما تحللش. ما حللش. اعرف كده بالبصر. انا محلل في 2013. هو والله العظيم ده عندنا وعندنا. هو بيفترض ان حضرتك عينيك تحليل وانا ان انا عينيا اكس راي فشايف العظم بتاعه قد ايه. انت مش بالخبره؟ لا مفيش. بص بقى الزراعه بتحتاج ان انا ابقى عارف طول وعرض وارتفاع العظم اللي انا هزرع فيه، لان الزراعات دي مقاسات، في زرعه 8 مللي في 3.2 وفي 10 مللي في 4، يعني في مقاسات كتير، وكل ما انا حطيت المقاس الانسب وكل ما قدرت احط المقاس الاكبر في العظم اللي عندي كل ما كان عندي يعني كل ما اديت فرصه اكتر ان الزرعه بتاعتي تعيش اكتر.
طيب هعرف منين؟ لازم اعمل اشعه ثلاثيه ابعاد عشان اعرف العظم بتاعك قد ايه اللي انا هحط فيه الزرع. انا همسك العظمه همسكها بايدي اوزنها واشوف هي قد ايه. خد بالك ان جزء كبير قوي من العظم مستخبي، يعني انت عندك الريدج او الجزء العظم اللي فوق اللي ظاهر حاجه، واللي تحت كمان انت الفك كله ده عظم، اللي باين منه الجزء اللي بتحط صباعك عليه في جزء تاني تحت، الجزء لازم تعرف طوله كويس. في حاجه اهم، انا عندنا حاجه اسمها فايتال ستراكشرز في المانديبل والمجزلة في الاماكن الحيويه في الفك. زي ايه؟ زي الانفيرير الفيرال نيرف، ده العصب اللي واخد نص وشي، ده في الفك السفلي واخد نص وشي اليمين ونص وشي الشمال. حضرتك لو انا مش عارف مكانه بالظبط فين، وحضرتك بدات ازرع ورحت عامل دريل ورحت نازل بالدريلنج رحت خابط النيرف ده او العصب ده، حضرتك هيحصل شلل في الوجه، هتبدا تحس بتنميل دائم كانك واخد حقنه البنج بتاعت الاسنان دي للابد. فبالتالي الموضوع مش هزار، مش عشان حاجه بخيل هتدخل نفسك بقى في مشكله تجيب لنفسك شلل بقى علشان خاطر احنا داخلين نخش نشتغل اقوم خابط نيرف واحنا مش شايفين. في عندنا فوق الساينس الجيب الانفي، حاجه ما ينفعش يبقى عندي العظم سمكه 2 ولا 3 مللي وهم داخل وده شفناها. انا ممكن اجيب لك أشعة 3D عاملينها لحالات زرعة بره، لأن زرعوا عند دكاترة مش دكاترة زراعة ومش متخصصين في الزراعة قوي. هو حاطط الزراعات كلها في الساينس، يعني حاطط 8 زرعات فوق 4 و4 دي كارثة. حاططهم جوه الجيب الأنفي، عامل جسم غريب حاطه في الجيب الأنفي على طول، عامل مشكلة أبدية وعمره ما هيمسك. ده ليه؟ ده لإما هو كان عامل أشعة ثلاثية الأبعاد والدكتور نفسه ما عرفش يقراها، لان هو مش عامل اشعه ثلاثيه الابعاد. ممنوع الزراعه من غير اي حد، اهو انا بقول اي حد هيروح لدكتور ويقول له انا هزرع لك من غير اشعه ثلاثيه الابعاد يسيبه ويمشي. انا بقول ده يسيبه ويمشي ما يشتغلش معاه. واضح ان عالم الزراعه عالم كبير، ففي جزء تاني وفي عينين تانيين بشخصيات تانيه هتقمصهم لك وهجيبهم لك المره الجايه عشان نكمل النص التاني في الحوار. انا معاك. نص تاني مهم جدا في عالم الزراعه، عالم مثير. احنا عارفين الديكور بتاعنا ده معمول ازاي؟ دي مدينه الجمال اللي نتمناها، مدينه الناس الحلوه. تمام. وده الكوبري، وانت اهو عشان تعدوا المدينه دي لازم تعدوا من خلال الكوبري ده. مين اللي قاعد على الكوبري؟ احنا الطريق. العلم هو الطريق. العلم بس اللي ممكن يوديكوا للناس الحلوه. ليكوا دايما على سلامه. الضعف الجنسي مشكلته انه مرض في شريك بيشوفه، الزوجة ده حقها، والراجل عنده ضعف جنسي زوجته معاه في الحالة دي غير اي مرض تاني. مفيش حاجة اسمها عجز جنسي، اسمه ضعف في الانتصاب. هذه الحالة المرضية تدارى ولا نواجهها وجها لوجه؟ هرمون الذكورة مش زي بقية الهرمونات ثابت في الدم، لازم الواحد يكون عنده انتصاب كويس عشان يوصل حياته المنوية لغاية الرحم عشان يخلف. عملية الانتصاب تعتمد على وجود جهاز عصبي في الأساس لازم يكون سليم. ثلاث حاجات تبقى كويسة: الأعصاب، الشريان اللي بيعمل انتصاب، الأوردة، والمفروض إن هي ما تسربش دم أكتر من 3 سم كل دقيقة. احنا اكتر ناس بتستهون بالضربة على الدماغ او بخبط الدماغ في اي حاجة، احنا بنخبط دماغنا. المشكلة ان في غدة حساسة قوي لخبطات الدماغ، هي الغدة النخامية، ولما بتتخبط